أحمد حبيبي وابني لازم يطلع أحسن راجل في الدنيا، لازم يطلع زي أمه مش زي أبوه. أبوه عمر باشا، باشا قوي. بس معلش أنا وراه لحد ما أشوف آخرته. أنا ما تعودتش على الاستسلام ولا بقبل الهزيمة. يلا يا أحمد يلا. يلا يا حبيبي الساعة 7:15 كفاية دلع. يلا عمر جوزي اللي حبيته وهفضل أحبه رغم كل عيوبه. لما تعرفنا على بعض زمان أيام الجامعة وحبينا بعض كان مفهمني إنه هيبقى زي نجيب محفوظ في الكتابة ومصطفى حسين في الكاريكاتير. الاتنين إيه الجمال ده؟ أنا كنت صغيرة مش فاهمة بس صدقته. كنت شايفاه بيحاول يكتب ويرسم في مجلات وقلت هيبني نفسه واحدة واحدة، بس الحقيقة إنه مقدرش يحقق أي شيء. ودلوقتي عمر ما بيشتغلش أي حاجة. عمر يا عمر. أنا نازلة، اصحى عشان أحمد صحي. ماشي. محتاج فلوس؟ لا معايا. عموما أنا سايبة مصروف أحمد في أوضتي على الكومود وحطيت لك الشرابات النظيفة والقمصان اللي جات من المكوى في الدولاب. ماشي ماشي. اصحى بقى بلاش تروح عليك نومك. خلاص خلصنا بقى. أيوة يا مجد، أنا في الطريق للمكتب، عايزة كل حاجة تبقى جاهزة لميتك. بقولك ايه، لو حصل زي المرة اللي فاتت اعملي حسابك ان هيبقى في قرارات هتتاخد هتزعل الكل وانت اوله. اوكي باي باي. الو مستر حامد، صباح الخير. لا والله انا ببقى على مكتبي 8 بالظبط. لا هكون في انتظارك 10. ارجو بس ما تتاخرش، عندي مواعيد تانية. شكرا يا فندم، مع السلامة. أيوة يا عمر، نزلت أحمد الباص؟ مش في حاجة اسمها صباح الخير ولا أنت بتتكلمي كده على طول؟ صباح النور، نزلته الباص؟ لا لسه، أحمد لسه بيفطر وقالوا لي الباص هيتأخر شوية. أوكي، طب أنت إيه نظامك النهاردة؟ أنا راجع البيت على الغدا، هتعمل إيه؟ مش عارف، ما عنديش حاجة معينة يعني. احتمال أنزل بالليل شوية. فكرت في اللي قلتهولك إمبارح؟ بجد انت لازم تسيب الكارير اللي مفيش منه راجه ده، تعالى اشتغل معايا. شيرين ارحميني، ما هو مش كورس كل يوم هتقولي نفس الكلام واقعد اسمع منك نفس الكلام ليل ونهار، زهقت. ماشي، بس اعمل حسابك ان ابنك لما بيسالوه في المدرسه باباك بيشتغل ايه ما بيعرفش يرد. اوكي باي باي. ايه يا بابي؟ مفيش حاجه. قولي هو انت تعرف بابي بيشتغل ايه؟ مش قوي. مش قوي؟ طب لما هو مش قوي مش تيجي تسال بابي؟ سالتنيش ليه؟ اوكي. اوكي ايه؟ وانت لما في اي حاجه في الدنيا ما تبقاش عارفها بتسال مين عليها؟ اسال ماما. لا وبابي كمان، لان بابي كمان بيفهم زي مامي بالظبط ويمكن احسن كمان. اوكي. حضرتك بتشتغل ايه بابي؟ أنا بشتغل حاجات كتير قوي. بشتغل رسام، برسم رسومات كاريكاتير كده وببيعها لمجلات، وبكتب قصص زي اللي بحكيها لك بالليل بتعجبك قوي صح؟ أنا بشتغل حاجات كتير قوي. يعني إيه رأيك في شغلة بابي؟ حلو، بس اسمها إيه الشغلانة دي؟ اسمها فنان. بابي بيشتغل فنان. إيه رأيك في شغلة بابي؟ حلو. لما حد يسألك هتقول بابي بيشتغل ايه؟ فنان. برافو عليك.
هو ده. يلا نكمل اكلنا عشان ننزل نروح مدرستنا الحلوه. يلا. احساسي كست ان جوزي مش قادر يحقق نفسه قتلني. هوايه بسيطه المفروض يستمتع بيها في وقت فراغه واخدها مهنه وشغلانه. استقرار مفيش، فلوس مفيش، طموح وهمي مخليه مجرد شخص ماشي كده في الدنيا وخلاص. ومع كده بحاول اساعده من غير ما يعرف. عرضت عليه يشتغل هنا معايا في شركه عمته. صحيح احنا شركه مستلزمات طبيه ملهاش علاقه باللي بيحبه عمر باشا، لكن اهو شغله وخلاص بدل الفراغ اللي هو فيه. بس طبعا هو مش عاجبه لانه رافض فكره ان يكون مديرته. جايز يكون معذور، بس انا كمان معذوره، مش حابه اني متجوزه راجل فاشل. ماجدة. هاي ماجدة، كله جاهز؟ اه طبعا يا مدام شيرين، كل حاجة جاهزة، مفيش أي حاجة للميتنج ناقصة، كل اللي حضرتك طلبتيه من الحضور موجودين. أنا شايفة مكاتب برا فاضية، أي حد دخل الشركة بعدي اليوم مغصوب منه، مفهوم؟ اه طبعا مفهوم. آه في واحد بس برا اسمه وائل نصر، هو بيقول إن هو منتج سينمائي وفي ميعاد مع حضرتك. اه أيوه أيوه، دخليه بسرعة. طيب والميتنج؟ لا الميتنج يتأجل تلت ساعة، الميعاد ده أنا كنت واخداه ونسيت أبلغك بيه. أنا سعيدة جدا إن أنا بتعرف على حضرتك، أنا متابعة أعمالك كلها طبعا، ويعني ليا الشرف. أشكرك يا فندم، والله أدينا بنحاول. طيب أنا هدخل في الموضوع على طول. أنا طبعا ما عنديش أي خبرة في مجال الإنتاج السينمائي، بس الحقيقة إنه حبي للسينما مخليني متحمسة جدا للتجربة دي. والله إحنا نتشرف بيكي. ويمكن انت فكرت الفكره دي في وقتها تمام. انا اصل الفتره دي بدور على شريك لان عايز ادخل فيلم بميزانيه كبيره شويه. اه تقصد حضرتك فيلم بميزانيه ضخمه يعني؟ لا مش اي فيلم، فيلم بعينه، فيلم عن حرب اكتوبر. ده شيء عظيم جدا، بس انا كان تفكيري ان احنا نبتدي مع بعض بحاجه يعني اصغر شويه، يعني مثلا فيلم اجتماعي، فيلم رومانسي، حاجه كده. والله ما عنديش مشكله نجرب بعض، الافلام اللي من النوع ده كتير، المكتب مليان سيناريوهات كويسه. طب ده شيء هايل، بس انا الحقيقه كان في سيناريو بعينه كنت حابه ان احنا نبتدي بيه، الفكره عجباني جدا. جدا ليه لا؟ بس مين اللي كاتبه؟ مؤلف جديد بس ممتاز. والله يا شين هانم انا افضل لو انا اشتغل مع كاتب خبره ومحترف، وفي ناس كتير تقال. بس انا الحقيقه متحمسه جدا للسيناريو ده. مفيش مشكله، السيناريو ده موجود معاكي؟ اه انا مجهزه لحضرتك نسخه. اتفضل. دخلة صيف، حلو الاسم ده، اكيد فيلم عن الساحل. لا ساحل ايه، لا ما اظنش، يعني ده فيلم جاد جدا يعني بيتهيألي. وماله، انا احب الاعمال الجد. انا بقول لحضرتك عايز اعمل فيلم عن اكتوبر. ده شيء عظيم، انا واثقه ان السيناريو هيعجب حضرتك. عمر جلال الدين، عمري ما سمعت عنه. اه ما انا بقول لحضرتك هو جديد بجد. بقيت شاكك في كل حاجة، سنين طويلة بحاول أوصل شغلي للناس وبفشل، دايماً كنت بشوف إن الناس هي اللي ما بتفهمش وثقافتهم محدودة، أصبر نفسي إن أكيد في وقت معين حياتي هتتغير والناس كلها هتحلف في موهبة عمر جلال الدين، لكن للأسف العمر بيجري وأنا ما بحققش أي حاجة. أما شيرين فدي بقى قصة تانية خالص، دي عملي الأسود في الدنيا، أكبر مقلب كلته في حياتي. ألو. أيا عمر أنت فين؟ في البيت. هكون فين يعني؟ قاعد بتعمل إيه يعني؟ بشتغل. بتشتغل إيه يا عمر؟ هكون بشتغل إيه؟ بشتغل كاتب، بكتب حاجات، بكتب. طيب أوكي، ممكن لو سمحت تنظف أوضتك اللي أنت رافض حد يدخلها؟ أو على الأقل سيبنا إحنا ننظفها. أقول لك؟ هدخل انا انضفها لك بنفسي يا سيدي، مش هخلي حمدية تدخل، بس ارجوك من فضلك يا عمر، الاوضه محتاجه تتكنس وتتهوى. ما هو لو اللي هيدخل الاوضه مش هيغير لي مكان حاجه ولا يفتي في حاجه كنت سبتكم نضفتوها، انما انتوا بتدخلوا بتبهدلوا لي الدنيا. بقول لك يا شيخ انا هنضف الاوضه دي، سيبيها لي انا هنضفها، خلاص؟ اي مجد. اوكي. اوكي يا عمر، طيب انا داخله من سلام يا شيرين. خلاص سلام، سلام، باي باي، سلام.
مالها؟ الو، هاي ايهاب. لا لا لا، انا تمام الحمد لله. لا ماليش مزاج في رغي التليفونات ده خالص. لا تنزل لي ولا انزل لك، تعالوا نروح نقعد في الكافيه بقى. يلا ماشي، سلام يا ايهاب. خلاص خلصنا، سلام. ايه يا ابني التأخير ده يا ابني؟ ساعة بقالي مستنيك ساعة هنا، أنت مش صاحب الكافيه، أجي قبلك إزاي أنا؟ لا مش معنى إن صاحب الكافيه إني ساكن فيه، هو مش كشك حاجة أرش مية الصبح علشان خاطر حضرتك. أنا جاي بدري دلوقتي مخصوص علشان ورانيا كانت قفشة مش عشان أنزل. المهم أنت عامل إيه يا فنان؟ فنان إيه بقى بلا نيلة؟ يا ابني الإحباط ده على الصبح. مخنوق يا ياب. مخنوق جامد. خايف لشيرين كلامها يطلع صح وأطلع بضيع حياتي في وهم. انت مش كنت قلت لي هتظبط لي ميعاد مع المنتج صاحبك ده؟ حلو، اتقل عليا بقى علشان اجيب لك خبر بمليون جنيه. والله العظيم انت بقى هتضيعني. طب اتقل واسمع مني. قول. امبارح كنت قاعد هنا مع ناس عرفوني على واحده صاحبتهم اسمها ديما. ديما دي بقى تبقى بنت خاله الممثله داليا فهمي. عرفت منها ان داليا بتعمل فيلم جديد وانا حكيت لها عنك علشان كده خدت لك ميعاد معاها النهارده بالليل. انت بتنخ عدنا عليا يا ابني. يعني هي داليا فهمي مستنياني انا عشان اجيب لها سيناريو؟ ما ترفع سماعة التليفون على أي كاتب من الكتاب الجامدين اللي في مصر يجيب لها ألف فكرة وألف سيناريو يعني. أنت كداب يعني. طب اشتري مني. داليا فهمي المرة دي هي اللي بتنتج لنفسها. علشان كده بتدور على حد جديد يكون عنده ورق حلو وأفكار جديدة وفي نفس الوقت ما يكلفهاش. أنا بقى حكيت لها إنك جامد ونخعت عليها النخعتين التمام علشان أصيطك. أنا كدبت كدب يدخلني النار وش. المهم أنت عندك حاجة تناسبها؟ أكيد. أنا عندي مليون فكرة أرميهم في الدرج، أنا طول عمري بكتب وأرمي في الدرج. طلع لها اي واحده بس يعني المهم يطلع كلام حقيقي مش كنافه يعني. انت ما بتثقش فيا ولا ايه؟ لا طيب البوب لما بيقول حاجه بينفذها. ماشي، المهم هنقابلها امتى دينا دي؟ دينا ديما ديما يا عم الحاج بالميم. يا عمي مش فارقه بالميم ولا بالشين، المهم نقابلها وخلاص. حلوه ديما دي. هنشوف. يا حمدي انت لسه بتنظفي؟ امال بتعملي ايه من الصبح؟ ما حضرتك يا ست هاني قلتي لي اخش اوضه عمر بيه اشوف اذا كانت اتنظفت ولا لا، ودخلت ويا ريتني ما دخلت، حاله وحشه خالص. اوعي تكوني نظفتيها. اسفه يا ست هاني، ما قدرتش امسك نفسي وضميري ما سمحليش. نظفتها يا دي المصيبه. عمر هيقلب الدنيا كده. عملتي ايه في ورقه؟ امال انا اتاخرت ليه؟ مسكت افرز ورقه ورقه وكلها متشخبطه، بيكتب كلمة ونص وبيرسم بطة وقطة مسميها مشمش، مبقتش عارفة أسيب إيه ولا أرمي إيه. حطيت الورق كله فوق بعضه ونضفت. ماشي ربنا يستر. أحمد اتغدى؟ اتغدى يا ست هاني ونام على روحه ودخلته ينام. طيب ماشي، روحي حضري الغدا. ولا أقولك استني هكلم عمر أشوفه جاي إمتى. أهو جه. ربنا يخليكي ما تخلوش يزعقلي. ربنا يخليكي يا مدام. إن شاء الله. مساء الخير. مساء النور. جزمتك فيها طينه، ممكن تقلعها؟ لا مش ممكن. كمان حطيتها على الترابيزه، من فضلك شيلها من على الترابيزه. شكرا. هو انت ليه مش بتحب تحافظ على بيتك نظيف؟ لا انا طول عمري ما بعرفش اقعد غير وبيت نظيف، بس انت خلاص كرهتيني في عيشتي. طول النهار تصغري لي وتعليمات وتعليقات. ايه ده؟ في ايه؟ انا بقيت حاسس ان انا عايش في متحف مش في بيتي. كفايه بقى اوامر بقى، كفايه. افصلي بيتك شويه عن شغلك. ايه ده؟ استنى انا عايزه اتكلم معاك. انا في اوضتي، لو عايزه حاجه بتعلي لي جوه. ربنا يستر. ايه ده؟ مين اللي نظف الاوضه؟ مين اللي نظف الاوضه بتاعتك؟ انت بتصرخ ليه؟ انت بتقول نظف مش بتقول وسخ. الاوضه كانت عايزه نظافه، فين المشكله؟ مش انا قلت 100 ألف مره ما حدش يدخل اوضتي غير وانا فيها؟
اللي دخل اوضتي بوظ لي شغلي. شغل ايه؟ البطه والقطه مشمش؟ شغل ايه يا عمر؟ الورق كله فاضي فيه كلمه ولا اتنين. انت بتضحك على نفسك؟ اتكلمي كويس يا شيرين وما تدفعنيش ان انا اعمل تصرفات تزعلك مني. طب والله ما تعرف تزعل. لا اعرف كويس قوي. تحب تجربي؟ اه جدا على فكره. وريني بقى هتعمل ايه. بس ثانيه واحده هرد على التليفون. الو اي عمته؟ انا كويسه جدا الحمد لله. ايه؟ طبعا طبعا هيكون مستنيكي. توصلي بالسلامة يا حبيبتي. اوكي باي. استنى انا بتكلم معاك. ايه؟ عايزه تكملي الخناقه دلوقتي؟ لا مش كده. بفكرك بكره ميعاد وصول عمته والمفروض تجيبها من المطار. ممكن؟ لا مش ممكن. ليه بقى ان شاء الله؟ لاني مش فاضي بكره عندي مواعيد كتير. والله؟ مواعيد ايه بقى ان شاء الله؟ ممكن افهم ايه الضحكه السخيفه اللي على وشك دي؟ هي وصلت كمان انت تستهزئي بيا وبكلامي؟ لا فوق لنفسك يا شيرين، ما بقبلش الاسلوب ده. لا على فكره انت كمان اسلوبك مستفز قوي. مواعيد ايه بقى يا عمر اللي عندك؟ ما انت عارف ان هي ميعاد وصولها بكره ولازم حد يستناها في المطار، وقايله لك ان سواق الشركه عنده مشكله. في ايه؟ انت عايز تعمل مشكله وخلاص؟ اه انا عايز اعمل بقى مشكله وخلاص. ايه رايك بقى؟ لان ما بقتش مرتاح معاك يا شيرين، ما بقتش مرتاح معاكي في اي حاجه. لا مرتاح من تنظيرك، ولا من التناكه اللي بتكلمي بيها ليل نهار، ولا مرتاح في عيشتي معاكي. انا ما بقتش حاسس ان انا متجوز. لولا احمد في وسطينا كان زمان حاجات كتير جدا اتغيرت. زي ايه بقى ان شاء الله؟ وبعدين ايه كميه السواد اللي طلعت فجاه من جواك دي؟ ها؟ كل ده عشان انا فتحت معاك موضوع الشغل. على فكره بقى يا فنان يا عبقري، انا كل اللي انت بتقول عليه بالظبط. انا كمان مش سعيده معاك ولا عاجبني اسلوبك. اقولك على حاجه، انا ما كنتش اتخيل في يوم ان انا هتجوز راجل فاشل زي حضرتك، لا شغله ولا مشغله. الاكل جاهز يا ست هاني. انت بتستهبلي؟ انت مش شايفه ان احنا بنتكلم؟ امشي يا حمديه، امشي دلوقتي. اسفه. حاضر حاضر. anyway احنا نتغدى دلوقتي وبعدين نشوف هنعمل ايه. انت بتستعبطي؟ بتستعبطي انت؟ انت رايح فين؟ خليكي في حالك. هي اتاخرت كده ليه؟ ما تقلقش زمانها ده. شكلك مياس ومش هتيجي. انت ما بتثقش فيا ولا ايه؟ لا الحقيقه. طيب. اوعى تقول لي ان هي اللي زي القمر اللي جايه هناك دي. هي. ايه؟ ازيك يا ديما؟ معلش اتأخرت. لا ولا يهمك. ادي يا ستي الأديب العالمي بتاعنا عمر جلال الدين. يا عمر. هاي. إيهاب بقى بيقول إن أنت جامد قوي. والله هو إيهاب بيأفور شوية. بس الحقيقة هو ما أفورش لما قال عليكي زي القمر. أنت داخل سخن وبتعكس من أولها بقى. لا والله خالص. بس أنت فعلا زي القمر. طيب سيبنا بقى من المجاملات دي. بص يا سيدي. داليا بنت خالتي. حلو. وانا بشتغل صحفيه في جريده السفر وماسكه لها كل شغلها فيما يخص الصحافه، يعني تقدر تقول ان انا المستشاره الاعلاميه بتاعتها. تمام؟ ماشي تمام. هي بتدور على ورق وانا عرفت ان انت ممكن يكون عندك ورق حلو ينفع. طبعا انا عندي ورق كتير يعني ومواضيع مختلفه ومتنوعه يمكن ما حدش داس فيها قبل كده يعني. لا والاهم من كده ان احنا زي ما قلت لك محتاجين عمر يقرر اذا كان الشغل ده هيتعمل افلام ولا لا. هو لا يامورا. ايوه بالظبط صح. انت عارفه المخرجين ايدهم طويله شويه على السيناريوهات، فانا احب اشتغل مع مخرج اكون واثق فيه يعني عشان ما يبوظش الشغل يعني. يعني انت ما عندكش ورق جاهز؟ لا عندي. لا انا كده اتلخبطت. لا لا احنا بنتكلم على قصص ثانيه، هو لسه ما حولهاش سيناريو، انتوا ممكن تاخدوا منها. اه فعلا. والقصص دي نزلت؟ نزلت فين؟ نزلت القصص دي في السوق يعني؟ ايوه نزلت طبعا بس مش هنا. نزلت بره مصر يعني. انت فاشل في الكتابه على فكره. انتوا ما شفتوش حد؟ يا نهار اسود دي فاتتني. يا محمود صح عندك حق، انا فعلا فاشل في الكذب واسف جدا طبعا على كل اللي حصل ده، بس ايهاب حب يديني برستيجي قدامك فيعني حب يصيطني شويه. بس يعني انا ما عنديش قصص لا بره ولا جوه، ولا يعني عندي حاجه جاهزه
انا كل اللي نزل لي بس قصص اطفال كده في مجلات وكده وبس. يعني مفيش ولا افكار ولا سيناريوهات ولا اي حاجه؟ لا في الحاجات دي كلها بس جوه دماغي يعني لسه ما اتكتبتش. بس طبعا لو على الكتابه ولو انتم مستعجلين الموضوع سهل جدا يعني. المهم منها تتكتب انها تبقى يعني انا مصدقها ويبقى جوايا ومؤمن بيها وكده. طب بص يا عمر، انا هقابل داليا دلوقتي وهكلمها في الموضوع، ولو اني يعني المفروض ان القعده دي ما تطمنش، بس مش عارفه ليه انا مصدقاك وحاسه ان جواك انسان موهوب بجد وعنده طاقه كبيره. واللي اكد لي الاحساس ده الجمله اللي انت لسه قايلها، ان لازم تكون مصدق افكارك، واظن ان دي حاجه مهمه قوي. ديما الحقيقه انا سعيد جدا في البدايه ان انا اتعرفت بيكي، وبجد سعيد اني عندك الاحساس بالثقه دي ناحيتي، وانا واثقه انك مش هتخذلني. ميرسي. انا لسه راجعه من دبي. وانت راجع امتى؟ ضروري اشوفك. ماشي اوكي. ماشي يا حبيبي، باي باي. ها قولي، ازاي عايزني امضي من غير ما اقرا؟ طب امضي على ايه يا هاني؟ ولا المهم انك مضيت داليا فهمي وخلاص؟ يا نجمة، الشركة عندنا داخلين ست أعمال جداد، سعادتك ممكن تختاري أي نجمة تحب تشتغلي معاه، ويلا بينا نشتغل. هو أنا هختار بالنجمة ولا هختار بالدور يا هاني؟ لا بالنجمة طبعاً. غلط والله العظيم غلط. أنا مش فاهمة أنت بتبيع طماطم؟ وأنا اللي قلت إنك جاي تكلمني على مسلسل بطولتي. ما هو سعادتك يا نجمة بطلة قدام بطل. الحمد لله إنك جيتي. تعالي شوفي هاني بيقول إيه. ازيك يا هاني؟ اهلا بيكي. بص انا مش عايزه اعرف من الاخر كده، عندك ورق من بابه لداليا اهلا وسهلا، ما عندكش احنا مش عايزين. انت كده بتتكلمي في موضوع مختلف تماما. النجمه بتاعتنا عايزه ورق وانا ما معيش ورق. لا يا حبيبي، انا بقى اللي بقولك، اللي عايز داليا بعد كده يجيبها رقم واحد. عموما اللي انت شايفينه انا هبلغ اللي حصل ده في الشركه وربنا سهل. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرين. مع السلامه. واحنا صح كده ولا ايه؟ ايوه طبعا صح. وبعدين ورق ايه اللي بتدوري عليه؟ احنا مش اتفقنا ان مفيش مسلسلات السنه دي وهنعمل فيلم واحد عشان نخش السيزون اللي بعده رمضان؟ ما هو فين الورق ده؟ انا النهارده قابلت واحد مش عارفه ليه متفائله بيه جدا. واحد مين؟ اسمه عمر جلال، بس احساسي بيه غريب. شكله حلو ولا ايه؟ وايه علاقه شكله في الموضوع؟ انت هتستهبلي يا بنت؟ عليا الكلام ده؟ هو شكله حلو. لذيذ، بس لعلمك بقى هو اللي كان قاعد مش على بعضه من اول ما شافني. على العموم سيبك من موضوع الحلاوه ده، خلينا في المهم. هو قال ان عنده مواضيع كتيره حلوه ممكن نقرا وننقي منها. طب يا ريت. هقوم بقى اريح شويه. لا تريحي ايه؟ يلا ننزل. ننزل فين يا مجنونه؟ انت مش لسه داخله؟ هنقعد في البيت نعمل ايه؟ ننزل مثلا نروح كافيه، نروح سينما، نعمل اي حاجه. يلا 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 يلا، تعالي بصي اي حاجه. يلا 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 يلا. اللهم باسمك أموت وأحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
انت يا هانم. ايه في ايه؟ عرفت ان انا ما بحبش حد يخش اوضتي؟ في ايه يا عمر؟ في حاجه ضايعه مني؟ اه في حاجه ضايعه مني، في سيناريو كامل ضايع مني. سيناريو اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ لما اقول لك اسمه هتعرفي انت يعني كده، سيناريو خلاص. على فكره انت بتزعق كده ليه؟ انت داخل عليا اوضتي وبتصحيني من النوم. صحيكي من النوم ايه؟ الساعه 10 بالليل، في حد في الدنيا ينام الساعه 10 بالليل؟ وايه اللي انت نايمه بيه ده؟ اصدال الصلاه؟ في حد بينام في الدنيا باصدال الصلاه؟ في ايه يا عمر؟ الدنيا بردت، وبعدين انت مالك؟ انا ايه مطلوب مني دلوقتي؟ مش مطلوب منك اي حاجه. بقول لك ايه؟ قسما بالله العلي العظيم يا شيرين، لو حد دخل اوضتي تاني هكون كسر له رجله، ايا كان مين اللي هيخش. ولا تقدر. سيبه لا يكون بيدور على سيناريو دخلت. تعالي تعالي. معلش بقى دوشتك متأخر. لا يا حبيبتي عادي، وانا اصلا بعمل ايه؟ قلقتيني مالك؟ انا اصلا مستغربه انت ازاي صاحيه لحد دلوقتي. ما تجيبي سيجاره. سيجاره؟ لا ده الموضوع كبير. اتفضلي نفخي. مالك بقى؟ في ايه؟ انت جوزك فين؟ ايهاب دلوقتي في الكافيه. وانت جوزك فين؟ معرفش. اه زي يعني. ما انا كمان معرفش، بس بقول في الكافيه اني متاكده وعارفه وكده يعني، وجايز يكونوا مع بعض هما الاثنين. بس لعلمك لما بحب اعرف هو فين بعرف. انت بس تقولي لي مالك، في ايه؟ والله قرفانه يا رانيا، مش عارفه اقول لك ايه. حاسه حياتي كلها ملهاش طعم. ليه بقى ان شاء الله؟ مالها حياتك؟ ما انتي متجوزه ومخلفه دودي دودي وبتشتغلي، ايه اللي ناقصك يا شيرين؟ انا مش سعيده في حياتي يا رنا. عمر مش عارفه، بس كانه مش جوزي. علاقتنا زفت، وطول الوقت حياتنا زعل وقمص وخناق. انا بقيت بحس انه مش بيحبني. ومين بقى السبب في ده؟ انت ولا هو؟ اكيد هو. وانا بقولك اكيد انت يا شيرين. شيرين انت ممله جدا بجد والله. بصي جايز تلاقي رجاله يحبوا مللك ده، بس عمر منطلق كده وعايز يخرج ويسافر ويتعرف على ناس جديده، وانت بقى عكسه تماما. يعني مثلا ايه قميص النوم اللي انت لابساه ده؟ ايه اللون الكئيب ده؟ ده والمصحف جدتي بتلبس مشاخلة أكتر منك. أولاً ده مش قميص نوم، ده إزدال. وبعدين الدنيا بردت يا رانيا، أعمل إيه أنا؟ آه ده على أساس بقى في الصيف حوش الاستريبتيز اللي بتبقي فيه. أنا ما قلتش كده، وأصلاً أنا استحالة أعمل ده. يا بنتي أنا مراته، هو أنا واحدة واقفة له في الشارع عايزة تصطاده فهقف له عريانة؟ صح، بس في بقى اللي واقفة له وعايزة تصطاده في الشارع منك يا هبل. وهو المفروض يوافق عادي. والله لو مراته عاملة زي أمين الشرطة كده في البيت يبقى طبعا عادي. لا لو محترم مش هيوافق. والله خلاص انتي مطمنة يعني؟ انتي مصرة تجيبيها فيا؟ أنا بلفت نظرك وخلاص يا شيرين. طب ما أنا أهو قدامك أهو، أي وقت هتيجي تلاقيني حاطة الأيلاينر والروج قاعدة جاهزة عشان يجي على غفلة. ده غير اللبس ما أقولكيش. يعني انت بذكائك شايفه ان انا لو حطيت مكياج في البيت ولبست لانجيري هو كده هيتعدل، هيتعامل معايا احسن، هيلاقي شغلانه عدله، حالنا هيتصلح. ما كانش حد غلب. وحياتي ده اللي ينزلي معايا عشان خاطري. والله يا بنتي ما ليا مزاج. امال ليكي مزاج في ايه؟ مالكيش مزاج تخشي سينما، مالكيش مزاج تقعدي على كافيه. انا مش عارفه اعمل لك ايه. هو انا كنت عاوزه انزل من اساسه؟ انزلي انت لاصحابك. انا شكلي كده هروح اطب على خطاب اشوف بينيل ايه. خطاب زمانه بيصور دلوقتي. تعالي اقعدي معايا شويه وبعدين ابقي روحي له. يا لهوي على زنك. استني شويه يا بنتي، انتي حلوه وزي القمر. خلاص يلا بقى يلا. عادي على فكره. ايه ده فنانه؟ نورت الكافيه والله. ما تعرفيني يا بنتي، انا ايهاب سلم. نورت الكافيه. ايهاب
الاونر بتاع الكافيه. اهلا وسهلا. دي ما حكت لي عنك. ده شرف ليا والله يا نجم. ربنا يخليك. ميرسي. إيه طب ما تيجي نقعد؟ لا احنا داخلين نشوف اصحابنا. اوكي تمام. اوكي انجوي. ثانك يو. باي باي. فقولي لي في ايه في عمر؟ صح بلاش اي حاجه. طب يشتغل زي الناس. والله العظيم ثلاثه يا رانيا، في اوقات بحس انه ممكن يدفعني للطلاق. يدفعك طلاق ايه يا حبيبتي؟ انا مش عايزه اسمع الكلمه دي خالص يا روحي. انت عارفه في كام بنت حوالينا داخلين على الأربعين وما شافوش جواز؟ والله لو اقول لك تعيطي. وبنات جامده على فكره، مش ناقصهم اي حاجه. اهو جوزك بقى على وضعه ده مليون بنت تتمناه. هو حد لاقي كلبشي فيه يا ماما؟ ولو على الشغل، ما الرجاله نصها ولا اكتر قاعدين في البيوت من الظروف الزفت اللي احنا فيها. انت كلامك غريب قوي يا رانيا. يعني جوزي يعمل اي حاجه وانا احط جزمه فوق يطنش عشان خاطر ايه ان شاء الله؟ ها؟ وبعدين مين قال لك ان انا لو اتطلقت هبقى عايزه اتجوز تاني؟ على فكره طز في الجواز لو بالشكل ده. يا بنتي انت عايزاني اجاملك ولا اكلمك بجد؟ كلميني بجد بس ما تقوليش كلام يعصبني. لا يا حبيبتي، ما اللي هقوله ده هيعصبك رسمي يعني. خلاص يبقى ما تقوليش. ولا اقولك؟ قولي. هقول ورزقي على الله. يا شيرين ما انت طريقتك مش حلوه معاه برضه. طيب فاكره من سنتين لما حجز لك اوتيل في شرم بمناسبه عيد ميلادك وانت اتخانقتي معاه عشان مش عايزه تروحي لان عندك مواعيد؟ اهو ده موقف يخلي اي راجل يكره ام الست دي. يا سلام. يعني انا الغي مواعيد الشغل وعطل مصالح ناس وسافر لحد شرم الشيخ عشان اروح اطفي الشمع؟ ايه التفاهه دي؟ ايه اللي بتقوليه ده يا رانيا؟ هو احنا لسه عيال؟ على فكره انت جوزك رومانسي وحساس، كل برج الحوت كده بيحبوا على روحهم، ولو ما لقاش الحب ده معاكي هيدور عليه مع غيرك. ايهاب جوزي موحود زي جوزك، ومن ساعه ما قفشته اخر مره وانا بعمل له كل اللي هو عاوزه ومدلع ليل ونهار، وحاسه انه في تحسن بينا. فانت تقصدي ايه؟ وارد يعني ان عمر يبقى بيخوني؟ مش ممكن، مستحيل. طيب ولو قلتلك انه بيخونك؟ نعم. قصدك ايه رانيا؟ يعني انت عارفه ان عمر بيخوني؟ عندك معلومه؟ بصي بقى، انا مش هبله ولا عبيطه زي ما قلتلك. أنا عارفة عن جوزي كل حاجة، كل حاجة، ومراقباه، وعارفة بيروح فين وبيكلم مين وبيقول إيه. الواتساب بتاعه بشوف وبقراه كلمة كلمة، والفيسبوك بفتحه وبشوف كل الرسايل اللي بتجيله واللي بيبعتها، ومن ضمن اللي بقراه الرسايل اللي بينه وبين عمر جوزك. تعرفي إيه؟ اتكلم. عمر بيعرف بنات وبيخرج وبيسهر، والله أعلم بيعمل إيه تاني. مش ممكن عمر يبقى بيخوني. أنا عمري ما حسيت إن في واحدة في حياة عمر. يا بنتي ما هو ده الفرق بين الراجل اللي بيحب والراجل اللي بيلعب بديله كده وخلاص. أنت جوزك مش بيحب عشان كده عمرك ما هتحسي. شوفي بقى، أنا بقولك كده عشان تفتحي عينك وتحابي على جوزك وبيتك، وإلا هيروح منك. قصدك يا رانيا إن عمر مصاحب عليا؟ داخل في علاقات؟ فاهمي؟ أنا معرفش، بس يعني اللي يخليه يعرف ويشوف بنات من غير علمك هيكون إيه يعني؟ عارفة لو الموضوع طلع كده أنا هتطلق. أنا مش ممكن أبقى زيك. معلش يا رانيا، ممكن تسيبيني دلوقتي؟ ديما انت هنا؟ انت اللي هنا بتعمل ايه يا استاذ؟ مش مفروض ان انت قاعد دلوقتي بتحضر لي الحاجات اللي هتبعتها لي، ولا احنا هندلع من اولها؟ والله انا كنت روحت فعلا وكنت بحضر لده، بس حصلت مشكله غريبه جدا. حصل ايه خير؟ ولا حاجه، انا فجاه ما لقيتش النسخه بتاعت السيناريو اللي انا كنت عايز اجيبها لك، بس اتصرفت وجبتها لك من المطبعه. لقيتها بالصدفه عند المطبعه، عملت لك منها ايه؟ هارد كوبي، وعملت لك كمان يعني نسخه منها سوفت كوبي على الفلاشه دي. تمام. تسميته ايه؟ دخلة صيف؟ دخلة صيف. حلو الاسم على فكرة. ميرسي. ده اللي هنا معايا، تحب تعرف عليها؟ طبعا. طب تعالى. أنا آخر حاجة كنت أتوقعها إن أنا أشوفكم وبالسرعة دي.
عايزه اقول لك احنا لو كنا رتبنا 100 ميعاد مع داليا ما كانش ظبط بالطريقه دي. ده من حسن حظي. طيب بص يا عمر، انا عايزه موضوع كده يكون لايق عليا، لكن في نفس الوقت عايزاها تكون فكره جديده، تناول جديد. فاهم قصدك جدا. بصي انا اديت سيناريو خلصان لديما وعندي افكار تانيه كتير، بس لسه هكتب لها التريتمنت بتاعتها وابعتها لي. حلو جدا. طيب انا بصور اليومين دول مشغوله شويه، لكن اعتبر ديما هي انا. على فكره احنا عايشين في بيت واحد وسايبين البيت كله من بيت مع بعض في اوضه واحده، يعني من الاخر بقى ديما هي انا. فلو قريت حاجه وعجبتها يبقى انا تمام، عشان هي عارفه انا عايزه ايه. فاقعد ظبط كده مع ديما، واكيد هيجي وقت تاني هنقعد فيه مع بعض، بس اكون رقت شويه ان شاء الله. انا شرف ليا طبعا ان اتعامل معاكي بشكل مباشر، بس بجد انا يعني سعيد جدا ومرتاح في التعامل مع ديما. على فكره الجدع ده شكله نصاب والله. ايه يا عم، هو احنا لحقنا نتعرف على بعض عشان ترتاح معايا؟ والله ده احساسي، وانا احساسي ما بيخيبش، حاسس ان احنا هنرتاح جدا في التعامل مع بعض ان شاء الله. ديما بالراحه بقى على عمر، ده باين عليه حساس فعلا. انت بركي ايه؟ الحوت. يا لهوي الحق، بيقول لك برج الحوت. هي ناقصه واخده بالك انت؟ يا جماعه ماله برج الحوت، حاجه قبيحه برج الحوت ده، حتى عمرو دياب صيطنا يعني. وين لو مش عاجبكم ممكن نغيره عادي، مفيش مشكله. لا يا عم مالكش دعوه بالحكايه دي، انت زي الفل. المهم ظبطوا انتوا كده مع بعض وشوفوا هتعملوا ايه، وانا هعرف كل التفاصيل من ديما. انا مضطر اقوم دلوقتي. لا استني انا جايه معاكي. عايزين ناخد ايميلات بعض. ماشي، اكتبي لي ايميلك هنا وانا هبعت لك منه. اوكي. طب انا حاسبه على العربيه. اوكي، فرصه سعيده يا عمر. انا اسعد يا فندم. انا اسعد. مش عارف اشكرك ازاي على المقابله الجميله دي. انا الحقيقه قبل ما اجي الكافيه كنت مخنوق جدا. نعم. إيه؟ انت بتهرج ولا ايه؟ ازاي تبقى مخنوق؟ عادي بتحصل يعني، ما ينفعش احس ان انا مخنوق. لا ما ينفعش تحس ان انت مخنوق. ليه؟ ازاي تبقى مخنوق في اول يوم بتعرف فيه عليا؟ صح. يلا باي باي يا عم. ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ انت كنت فين؟ كان عندي شقه. ولا بلاش، لا تتريق عليا زي الصبح. من فضلك جاوب على سؤالي، انت كنت فين؟ كنت بحاول انجح عشان ما تشوفينيش راجل فاشل، وعشان تبقي مطمنه إن ابننا في المدرسة محدش هيسأل أبوك بيشتغل إيه، لأن كل الناس هتبقى عارفة مين هو عمر جلال الدين وإنتي أولهم، وعشان تبقي متأكدة إن أنا مش راجل موهوم زي ما إنتي فاهمة إنتي وعمتك. هو نكرة، أي ست في الدنيا تتمنى تشوف جوزها ناجح ومتحقق. أفهم من كده إن إنت كنت في مواعيد شغل؟ وإنتي صاحية من النوم عشان تحققي معايا؟ ممكن تقعد؟ ممكن؟ عمر أنا عايزة أفكرك بحاجة، إحنا اتجوزنا عن حب، كانت قصة حب الناس كلها بتتكلم عنها، مش معنى إن إحنا بنمر في حياتنا بظروف زي دي إن إحنا نغلط في حق بعض. انت شايفه ان انا بغلط في حقك؟ لما تقول كلام شبه قد ايه انت شايفني اختيار غلط، او لولا وجود احمد في حياتنا كان في حاجات كتير قوي هتتغير. افهم انا ايه؟ ان لو ما كانش في احمد كنت طلقتني مثلا؟ ما بتردش ليه؟ هي دي الحقيقه؟ الحقيقة إن إحنا طول الفترة اللي فاتت ما كانش بيحصل بينا غير إن إحنا بنبعد عن بعض كل يوم أكتر من اللي قبله. كل حوار بينا كان بيقلب بخناقة، وأعتقد إن إنتي المفروض تكوني شايفة ده. ويا ترى العيب فيا لوحدي؟ جايز ما يكونش العيب فيك إنتي لوحدك، جايز يكون فيا أنا كمان.
مع ان انا مش شايف كده خالص. امال شايف ايه؟ شايف ان العيب فيك انت لوحدك. ايوه. وشايف ان انت بتغلطي بتجرحي. بتيجي عليا كل يوم اكتر من اللي قبله. في كل موقف بينا، في كل كلمه، في كل ثانيه بتغلطي وبتجرحي وبتهنيني. والمفروض تكوني شايفه كده، والمفروض تفوقي قبل فوات الاوان. طب قول لي ايه مطلوب وانا اعمله. لا حاجات كتير جدا. قول لي زي ايه. مين بيبعت لك رساله دلوقتي؟ مش مهم، مش موضوعنا، مش مهم، مش مهم مين بيبعت لك رساله دلوقتي، مش ده موضوعنا. عمر انت ممكن تكون بتخوني. شايفة ان انت واحدة تستحق الخيانة؟ اكيد لا. الاجابة اكيد لا. هو ده ردك على سؤالي؟ اه هو ده ردي على سؤالك. تصبح على خير. انت من اهلي. على فكرة انا ظبطت موعدي بكرة عشان اجيب عمتك من المطار. في الميعاد. ميرسي كتر خيرك. تصبح على خير. دمدوم يا دودو. ازيك؟ الحمد لله. اتأخرتي كده ليه؟ اتخانقني؟ عادي. حصل ايه؟ كل ما اجيب له موضوع الجواز يقولي بطلي شغل الاول. حاجة تقرف. غريب خطاب ده، مش حالي ما كانش مخرج وانتم متعرفين على بعض في لوكيشن تصوير. انا حاسه انه بتلكك وعايز يخلع. اتلخبطت تاني وبختار زفت. المهم اسمه ايه ده؟ اخباره ايه؟ بتاع السناب؟ لا بقول لك ايه؟ الواد ده تأمم خلاص، مالكيش دعوه بيه. مش موضوعك مع خطاب يبوظ يوم عينك تزوغ عليه. الله الله، هو انت لحقت يبقى فيه كده؟ يا حبيبتي انا بسألك على الافكار والفيلم والسيناريو. ما تقلقيش اشبع بيه يا اختي. انا عن نفسي مش هدخل في علاقه مع اي حد عايز يتجوز. اهلا وسهلا، غير كده بلاه. المهم بقى عنده حاجه ولا لا؟ إلا ده أنا بقرأ دلوقتي سيناريو تكنيكه وحواره يهبل. اشمعنى يعني النهاردة جاية تفكري في اللي المفروض تعمليه يا شيرين؟ مين اللي كان بعتلي واتساب؟ أنت بجد مش عارف. السيناريو تحفة وأسلوبك يجنن. برافو. رأيك ده بالنسبة لي هيخليني أنام وأنا أسعد بني آدم في الدنيا. يا نهار أبيض، لا تفتكرني داخل أنام. بس أنا على فكرة مش هنام دلوقتي. داليا جنبي وبتقول لك أنت رائع، مع إنها قرت أول 10 مشاهد بس. طب ينفع اكلمك دقيقتين؟ عايز اقولك على حاجه مهمه ولا صعب؟ الو ازيك؟ معلش اصل انا بعد ما سمعت رايك ده كان لازم اشكرك بنفسي. تشكرني على ايه؟ لا والله الشغل هايل، والاسم كمان على فكره تحفه، خصوصا بعد ما قريت ففي. بصراحة أنا كنت متفائلة بيك، بس يعني مش للدرجة دي. وعايزة أقولك على حاجة، أنت هتبقى أهم كاتب في مصر وهتشوف. مش قادر أقولك أنا مبسوط النهاردة قد إيه. يعني مش مخنوق؟ مخنوق، وأنت اللي يعرفك ينفع يكون مخنوق. أيوة كده، اصبر وسيبني بقى عشان أروح أكمل قراية. لو سمحت ما تفصلنيش أكتر من كده. يلا باي. باي.
هو انت ايه؟ بتحبي على نفسك كده على طول؟ ايه العبط ده؟ بتحبي على نفسي ايه؟ انا لسه شايفاه النهارده. يا حبيبتي انا عارفه عينيكي كويس. اول ما الراجل يدخل دماغك لانك بتنور زي اللمبه. يا اختي سيبيها تنور زي اللمبه، هي بتنور يومين ثلاثه اربعه بالكتير وبعد كده بتقلب حنفيه. على رايك طب اكسر الرجاله كلهم. لا ماليش نفس اشتم فيهم النهارده. مش لازم اوتر نفسي، ليه بكبر الموضوع حتى باللي قالته رانيا؟ هي رانيا كده، هي تحب تأفغر ولما بيبقى عندها مصيبة لازم تحس إن الناس كلها عندها نفس المصيبة. آه مفيش حاجة يا شيرين، مفيش حاجة. أنا بقى إيه هنان؟ هنان بس الواتساب اللي جاله ده من مين؟ من إيهاب. هو من إيه؟ وعايزة أقولك على حاجة، أنت هتبقى أهم كاتب في مصر وهتشوف. هاي يا أستاذ وائل قريت؟ والله أنا قريت من كتر حماسك امبارح، قلت لازم أقرأ وأرد عليك على طول. وإيه الأخبار؟ الحقيقة أنا متفاجئ. بجد عجبك؟ لا أنا متفاجئ من حماسك للسيناريو، حاجة صعبة قوي. وحش يعني قصدك؟ وحش دي كلمة فيها مجاملة كبيرة، اللي كاتب الورق ده ما عندوش فكرة عن الشغلانة أصلا، دي أول مرة يكتب في حياته مش كده؟ آه تقريبا. يا ريت تبقى آخر مرة. معقولة للدرجة دي؟ ما تنزعجيش قوي كده، زي ما قلتلك في عشرات السيناريوهات نقدر نقدمها، بس هرجع وأقولك تعالي نبتدي عليهم، تعالي نشتغل على فيلم أكتوبر. ايه رايك؟ قولي حضرتك هو فين السيناريو؟ والله انا نسيت اجيبه، تصورت ان اكيد في نسخه تانية عندك. للاسف لا، يا ريت حضرتك تجيب لي النسخه في اقرب وقت ممكن. تمام النهارده هبعته. طب ندخل بقى في المهم، انا شايف اننا نشتغل على المشروع اللي انا كلمتك عليه. كل الناس هتبقى عارفه مين هو عمر جلال الدين وانتي اولهم، عشان تبقي متأكدة إن أنا مش راجل موهوم زي ما انتي فاهمة انتي وعمتك. ولا إيه رأيك؟ مدام شيرين؟ أنا آسفة جدا، حسيت بتعب مفاجئ. أنا مضطرة أنهي الميتنج يا أستاذ وائل. لا مفيش مشكلة، ألف سلامة على حضرتك. بعد إذنك. It was a hot summer. And the garden was full of flowers. Monday was a beautiful day. It was a day for everybody to be joyful. عارف يعني ايه joyful؟ يعني ايه؟ Joyful يعني happy، يعني سعيد، مرح كده، حاجة في فاهم؟ في سعادة كده، اوكي؟ اوكي. ماشي. الو يا شيرين. يا ستي فاكر ميعاد عمتك؟ ما انا اللي مفكرك بيه. انت عايز تدي اوردرات وخلاص؟ خلاص يلا سلام دلوقتي، باي باي. ليه بابي دايما بتتخانق انت ومامي؟ هقول لك بس بعد ما نخلص مذاكره. يعني ايه جويفل بقى؟ هو انت نازل؟ ده ايه ده؟ ده فطير يا بوب. كل كل. بقول لك انت نازل؟ وانا كل ما اجي نازل رانيا هتساليني انت نازل؟ ايوه نازل. لا ده انا بسالك بس. طب الراحه بس عليا، لسه ببلع لسه. شفت مش ناديه بنت خالتي ابنها رجليك كسرت؟ ومش عايزه اقول لك بقى دايخين على الدكاتره وبيقولوا رجله مش شكلها مش نافع تاني. يا ساتر يا رب. انا اشرب فنانه ولا منال جارتنا اللي في العماره اللي قدامنا بنتها جالها فيروس ومش عارفين من ايه،
وبرضه دايخين على الدكاتره. وبالنسبه لنشره الاخبار بتاعه الاطفال على الصبح، ايه الهدف منها؟ ده انا بحكي معاك بس يعني. مش الهدف منها انك تقولين للاطفال مسؤوليه ووجع دماغ. يا حبيبتي اطمني، انا مش عايز اخلف، ولو عاوز تخلف هبقى اتجوز تاني. وتطلعني؟ طلاق ده ايه؟ وانا هلاقي زيك فين يا ست الحته؟ يلا سلام. ست الحته؟ والنبي ما انا عارفه ده مدح ولا شتيمه. الحمد لله على السلامه يا هنا. الله يسلمك، دخلي الشنط في الاوضه يا حمديه. معلش يا عمر يا حبيبي، انا اسفه تعبتك معايا. لا 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 تعب ولا حاجه يا طنط، على ايه؟ الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك يا حبيبي. ايه واقف ليه؟ ما تقعد، ولا كنت نازل؟ ما انا عندي مواعيد بقى، معلش. لا معلش هعطلك شوية، أنا عايزك في كلمتين. تحت أمرك. طمني على أخبارك الأول. أنا الحمد لله تمام، كله تمام. الحمد لله يا رب. بص يا عمر، أنا هدخل في الموضوع على طول. ماشي. طبعًا يا حبيبي أنا عارفة إن ماما وبابا الله يرحمهم وكتر ألف خيرهم سابوا لك مبلغ في البنك بيجيب لك يعني من 10 ل 12 ألف جنيه كده في الشهر، بس يا عمر المبلغ ده لو اتكسر في أي وقت تحت أي ظرف من الظروف أنت هتكمل حياتك إزاي؟ طنط يسري أنا بعتبرك زي أمي، بس أنا راجل ليا أهداف وبسعى لتحقيقها وإن شاء الله هوصل لها، ولو يعني حضرتك بتتكلمي على موضوع الشغل فيعني استنى يعني. بس يا حبيبي أنت لسه ما سمعتش بقية كلام. طبعًا يا عمر أنت عارف إن أنا ما بخلفش، وشاء ربنا إن أنت وشيرين تتحرموا من أبهاتكم وأمهاتكم، علشان كده أنا بعتبركم ولادي أنتوا الاتنين، فلازم تكون عندك ثقة كاملة ومتأكد إن أنا ما بعملش أي حاجة غير علشان مصلحتكم. أنا الحقيقة ما عنديش أي شك في كده. حلو الكلام. طيب أنا بقى يا سيدي حاسة إن أنت خايف تيجي تشتغل معانا في الشركة، لا تكون يعني شيرين تبقى المديرة بتاعتك، ولا أنا مش عايزاك تفكر في الموضوع ده خالص، لان انا هحطك في مكان بعيد خالص عن شيرين. انا همسكك التصدير وهشيله من على شيرين العبء ده. ليه؟ علشان تفضلك وتفضل ابنك. الشغلانه دي هتاخد منها اجر كويس جدا وكوميشنز عالي قوي. بصراحه يا عمر انا مستغربه ازاي ترفض عرض زي ده، خصوصا يا ابني ان انت ما عندكش اي بدائل، وبعدين ده التوقيت اللي المفروض تبني نفسك فيه، بعد كده هيبقى تو ليت. حضرتك خلصتي كلامك صح؟ قول يا طيب. اولا انا مش الشخص اللي ممكن يشتغل ويقبض من مراته او حتى اهل مراته. اهل مراته؟ دي نظرتك ليا يا عمر؟ انت اسريه حضرتك زي امي، ولكن الكلام ده ينطبق على كل حاجه في الدنيا غير الامور المتعلقه بالفلوس. يا ابني حبيبي انا مش بجبي عليك، انت هتاخد مرتب نتيجه مجهودك، وبعدين يا حبيبي انت اولى من الغريب. لا انا مش اولى من اي حد يا فندم، والحقيقه انا مش عايز اشتغل شغلكم ولا بفهم فيه ولا عايز حد يفهمهولي، انا مش هشتغل غير كاتب. وانت بقى يا حبيبي لما كنت بتاخد فلوس من شيرين علشان تدفع مصاريف المدرسه بتاعت ابنك كنت بتسمي ده ايه؟ مش دايما هي اللي كانت بتدفع، انا كمان كنت بدفع. بس كنت بتوافق تاخد منها فلوس مع ان احمد مسؤوليتك انت. ايوه هو مسؤوليتي انا، وهو ابنها زي ما هو ابني بالظبط ومسؤول منها هي كمان. والحقيقه انا اعتقد ان في الاول كنت عايز ادخله مدرسه على قد امكانياتي، وانتوا الاثنين رفضتوا ده. وعموما عيب قوي لما الحوار بيننا يوصل للمستوى ده. ايه في ايه يا عمر؟ انت هتربيني من الاول ولا ايه؟ لا العفو يا فندم، انا بس بنبه حضرتك عشان ما تقوليش كلام زياده يعني يبقى عواقبه مش كويسه يعني. ده تهديد بقى. فهمي اللي تفهميه. الحمد لله على سلامتك. هو قال لك كده عمته؟ يا عمته ده ما دفعش مصاريف المدرسه دي نهائي. لا والله هي مره بس اللي دفع قسط واحد. يلا عموما اهو المدرسه طالبين القسط الجديد اليومين الجايين دول، خلينا نشوف هيعمل ايه. هكلمك تاني. مع السلامه. ايه يا عمر؟ في ايه؟ ما تدخليش حد علينا. اي مجد ما تدخليش عليا حد دلوقتي. في ايه يا عمر؟ ايه اللي جاب؟ جاي اتكلم معاكي. وما كلمتنيش في التليفون ليه؟ لانك لازم تبقي شايفه وشي وانا بقولك الكلام اللي هتسمعيه ده عشان تعرفي انا قد ايه جد في اللي انا بقوله. والله طب
اديني شايفه وشك. في ايه؟ اولا انا مش هبات في البيت طول ما عمتك بايته معانا فيه. ثانيا ممنوع منعا باتا ان حد يكلمني في موضوع شغلي تاني. ثالثا لو حد منكم كلمني كلمه ما عجبتنيش او قال اي تعليق او بصلي بصه حتى، لا هتشوفوا مني وش عمركم في حياتكم ما شفتوه قبل كده. اوكي وايه كمان؟ خلاص انا خلصت، مستني اسمع ردك. هي رد هيضايقك يا عمر. اولا مش عايز تبات في البيت اللي عمته بايته فيه، ما تباتش. ثانيا احنا نتكلم ونقول اللي احنا عاوزينه. ثالثا اعلى ما في خيلك اركبه يا عمر، مش انا اللي اتهده. الله حلو قوي الكلام ده، وجه في وقته بالظبط. طب شوفي بقى، ورحمه امي وابويا يا شيرين، لا هنقي اعلى ما في خيلي واركبه وهدوس بيه على الكل. فهمتي؟ كل ردودك غلط يا شيرين. يا عمتو انت مش متخيله قد ايه كان مستفز وقليل الذوق وهو بيكلمني. لا طبعا كان لازم ارد عليه بالقوه دي، انا ما استاهلش ان هو يكلمني بالطريقه دي. وبعدين يعني اي واحده مكاني لو كانت سمعت من صاحبتها ولا جارتها كلام زي اللي انا سمعته كان زمانها طينت عيشته وكرهته في اليوم اللي هو اتولد فيه. انا بس ست عاقله وبفكر. بلاش، عارفه المنتج اللي جبتيهولي قال لي رأيه في السيناريو بتاع الفيلم بتاع عمر، قال لي دي أسوأ حاجة قريتها في حياتي. أنا تقريباً كنت متأكدة من كده. بس بصي يا شيرين، جوزك حاله زفت، آه متفقين، إنما الراجل ده في النهاية لازم نحافظ عليه لأنه جوزك وأبو ابنك، وأنا ما عنديش أي استعداد تفقديه، ولا عندي استعداد إن أحمد يتشحطط بين أب وأم متطلقين. لا لا لا، ما اعتقدش ان الامور توصل بينا للدرجات دي. صحيح دي اول مره عمر يطلع فيا قوي كده، بس انا واثقه انه هينزل على ما فيش شويه وهتلاقيه راجع البيت عادي. وعلى فكره هيقبل بوجودك غصب عنه. لا لا يا حبيبتي، خلاص انا لازم اروح بيتي، وده هيكون اول تصرف سليم بيحصل. اول تصرف؟ ايوه، وفي حاجات تانيه كتير يا شيري لازم تاخدي بالك منها. زي ايه؟ هم؟ ايه رأيك؟ هم ايه؟ مالك؟ قاعدة مهنجة كده ليه؟ عمر بعت لي مسج وقال لي انه عايزني انزل اشوفه. مش عارفه، مش مرتاحه للاستعجال ده، حاسه كده انه بينط مراحل. ما دام عاجبك يبقى خلاص، ايه المشكله يعني ما ينط مراحل؟ ده رزق يا بنتي. ده كل الرجاله دلوقتي عاوزين يعيشوا يومين كده وبعدين يخلعوا ويرجعوا يعيشوا نفس اليومين دول لكن مع واحده تانية جديده، عشان دي بتبقى احلى مرحله. بس بصراحه موضوع ان برج الحوت ده موترني، يعني غالبا زفت تامر ده عقدني. شيخة بلا هبل، برج ايه وبتاع ايه؟ تامر ده كان عبيط وتافه، لكن عمر انا شايفاه كده راسي وتقيل، معناه في نفس الوقت مفضوح من اول القعده، وباين عليه قد ايه هيتجنن عليكي. ده انا حتى نفسنت انك واكله الجو مني. يعني انت شايفه ان انا انزل قبله؟ طبعا. هو عايز يوديكي فين؟ بيقول كاندل دينر. قومي 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 البسي، عمر ده باين عليه دماغ. هو بصراحة دماغ وشكله حلو. ايه؟ لبسه حلو. الموتوسيكل بتاعه اتجنن. الله. وفي ناس. مبدئيا كده الواد ده من الآخر يعني. تطلق ايه يا؟ ايه الهبل في اللي أنا بقوله؟ أنت مش بتقول عايز تطلق؟ تبقى أهبل. تطلق شيرين ليه؟ مش دي اللي أنت كنت هتموت علشان تتجوزها؟ بعدين شيرين ما تتعبش أصلا. يا إيهاب أنت ما تعرفش حاجة. شيرين دي بقت أكتر ست مملة شفتها في حياتي.
مش مهتمية غير بشغلها ونظافة البيت وبأحمد وخلاص، أنا ماليش أي وجود في البيت، مش مهتمية بيا خالص، أنا معها مش بحس أساساً إن أنا متجوز. مش دي الست اللي أنا حلمت بيها واتجوزتها يعني؟ يا عم والله كله محصل بعض، مش أحسن من رانيا مراتي اللي مراهاش حاجة في الحياة غيري؟ على الأقل مهتمية بيك وبتحبك واقفة جنبك. يا إيهاب شيرين ما حساني طول الوقت إن أنا راجل فاشل وموهوم، طول الوقت بتحبطني وبتكسر مقاديفي وبتيجي عليا. ده أنت بتشجعني أكتر منها. حتى لو كل ده برضه ما ينفعش إنك تفكر في الطلاق بالسهولة دي يا عمر. ليه يعني؟ إيه اللي ليه؟ أحمد يا عمر. أنا قايم. رايح فين؟ هقول لك بس ما تزيدش. هقول لك أنا بس ما تأفورش. قول. أنت رايح تشوف ديما يا معلم. عرفت إزاي؟ يا ابني عيب عليك، إحنا حيتان زي بعض، أنت ما بتثقش فيا ولا إيه؟ لا الحقيقة. طيب. بس يا ترى بقى ديما تعرف إنك متجوز؟ سلام. أنا مش مقتنعة خالص بموضوع إن عمر ممكن يبقى بيخوني. وعلى فكرة أنا سألته بشكل مباشر، هو أكد لي إن لأ. ياه، طب كويس والله. أمال إيه بقى مشكلتك؟ بصي يا رانيا، أنا وعمر في حالة حرب. يعني يا إما هو هيفرض أسلوبه عليا، يا إما أنا هفرض أسلوبي عليه. طب يا حبيبتي، خليه يفرض هو أسلوبه أحسن. هو الراجل. لا مش ممكن، انت مستسلمه بشكل مستفز جدا. انا وانت غير بعض، عارفه؟ انت مثلا لما قلتي لي على موضوع انه بيعرف بنات وبيروح خروجات فيها بنات، انا ما اتهزتش. عارفه ليه؟ لان انا لما قعدت وفكرت لقيت انه طبيعي جدا انه هيتواجد في اماكن فيها بنات. مش معنى ده انه هو بالضروره بيخوني، صح ولا ايه؟ اه صح يا حبيبتي. بس فالمشكلة كلها إن أنا مشغولة قوي وعمر فاضي قوي. عمر يا رانيا بيجري ورا حلم، بس أنا اكتشفت إن وهم كبير. دوري بقى في المرحلة دي إن أنا أقف جنبه أوعي هو لما هيستوعب إنه وهم، ساعتها هيوافق يدور على شغل. وأنا واثقة إن بمساندتي ليه حياتنا مع بعض هتظبط. خلي بالك، عمر بيحبني وبيموت فيا. ده الموضوع طلع بجد بقى. موضوع ايه؟ كاندل دينر، حركات، رومانسي انت قوي برضه. دايما بنسى انك برج الحوت. هو فعلا برج الحوت رومانسي شويه. قوي. لمده 3 ايام. لا مش للدرجات. صدقني يا ابني، هما 3 او 4 ايام بالكتير. 3 4 ايام ايه؟ هي ليله واحده بنظبط فيها المصلحه ونقلب بعد كده عادي، مش حاجه. مصلحة في عينك. انت خدتي الموضوع على نفسك ليه كده؟ كمان ما حصلتش ليلة واحدة يعني. طيب أنا عايز أقول لك على حاجة. اتفضل. أنا عمري في حياتي ما شفت واحدة عندها طاقة إيجابية قدك. ميرسي، بس على فكرة أنت مش أول واحد يقول لي كده. طبعًا، لأن أي حد اتعامل معاكي بيشوف فيكي كده. بص بقى، أنا ما بحبش التشاؤم وما بحبش الكسل، بحب الحركة الكتير. باين. تيتا الله يرحمها كانت دايمًا تقول الحركة بركة، وأنا بصدق في الموضوع ده جدًا على فكرة. مساء الخير مستر عمر. ازيك يا نادر؟ كله تمام الحمد لله. مساء الخير مدام شيرين. مساء الخير يعني. جاهزين بالاوردر؟ إيه لا، ادينا بس نص ساعه هنبص في المنيو ونندهك. تمام. في هنا بقى شوربه غير طبيعيه، شوربه فراخ تحفه، لازم تجربيها. مش عارف هي هنا ولا هنا. مين مدام شيرين؟ انا مدام شيرين. مين مدام شيرين؟ أنا مدام شيرين. شيرين، أنت إيه اللي جابك هنا؟ حظك بقى. طيب يعني بلاش عبط، قبل ما تفهمي الموضوع غلط، يعني إحنا قاعدين في شغل والأستاذة ديما تبقى مديرة أعمال الفنانة داليا فهمي، وشيرين أم ابني أحمد ومراتي. أهلا. ويا ترى الأستاذة ديما عارفة إن الأستاذ عمر متجوز ومخلف؟ طب اقعدي يا شيرين عشان الناس تبص. إيه بعد إيدك، ما تردي عليا يا أنسة.
لو سمحتي يا مدام ما تدخلينيش في المشاكل اللي بينك وبين جوزك، عشان دي اهانه انا ما اسمحش بيها. وبعدين على فكره انا علاقتي بيه علاقه شغل وبس مش اكتر، وانا ما اعرفش اصلا اذا كان متجوز ولا لا، اول موضوع ما يهمنيش من اساسه. يلا يلا اتفضلي. انت واحده مجنونه، التصرف اللي انت عملتيه ده كان هيضيع مني اهم فرصه حقيقيه في حياتي. ازاي مخك يصور لك ان انت تصرفي تصرف زي ده؟ انا مش فاهم. ده انا كنت خلاص خلاص هخلص معاهم، تقوم انت جايه مبوظه لي كل اللي انا بعمله. انا النهارده اتاكدت ان اليوم كان انجح طول ما انت في حياتي. في ايه يا عمر؟ انت متخيل ايه؟ حط نفسك مكاني، داخل مكان لقيتني قاعده مع راجل انت ما تعرفش عنه حاجه، تصرفك هيبقى عامل ازاي؟ يا صلاه النبي، هو انت في شغلك ما بتقعديش مع رجاله انا ما اعرفهمش غرب عنك؟ اديك قلت في شغلي، شغلي ده مكتب في شركه، مش مطعم ومش كاندل دينر ومش كمان المكان بتاعنا. في ايه يا عمر؟ هتقول ايه لو حصل موقف زي ده؟ بلاش، انت ليه ما قلتليش اي حاجه عن الموضوع ده؟ بقول لك بتاع ايه؟ انت تعرفي عني ايه اساسا؟ انت واحده ما تعرفيش تعملي اي حاجه في الدنيا غير انك تصحي الصبح تلبسي وش رجاله وتكسري مقاديفي بكلمتين وتنزلي على شغلك، وترجعي من شغلك تخشي الخيمه بتاعتك تقري اذكارك وتصلي وتنامي. ليه متخيله ان ممكن يكون في بيني وبينك اي حوار؟ انا ما بحسش اصلا معاك يا شيرين ان انا متجوز. ايه اللي يخليني اقول لك ان انا قاعد مع فلانه ولا علانه؟ وبعدين انت عرفت ازاي ان انا هناك اساسا؟ انا كنت نازله اشتري دواء من الصيدليه، كلمتهم ما ردوش فنزلت، شفت الموتوسيكل بتاعك راكن فدخلت المطعم. لا انا مش مقتنع بالكلام ده خالص خالص. فيها يا عمر؟ المطعم في الشارع اللي ورانا، وارد جدا ان انا ابقى معديه الاقي الموتوسيكل بتاعك، عادي بتحصل. خلاص خلاص، بص يا شيرين، قسما بالله لو اللي حصل ده هيضيع مني فرصه الفيلم دي، لا هتدفعي ثمن الموضوع ده وغالي قوي قوي. خلاص يا حبيبتي، بتعيطي على ايه؟ ده انت لسه متعرفه عليه امبارح. بعيط على الموقف الزفت اللي اتحطيت فيه، شكلي كان زي الزفت، ده حيوان متجوز ومخلف عايز مني ايه؟ شفتي امبارح ولا اول لما كنت عاوزه انزل شتيمه في الرجاله زي كل يوم، وانت تقولي لي مش عاوزه استمهم النهارده. الرجاله دول اتخلقوا ليه؟ اتخلقوا عشان ياكدوا علينا وبس. مراته بقى شكلها ايه؟ مش عارفه ولا خدت بالي، ما كنتش مركزه، ما شفتهاش اساسا، شكلها ست عاديه يعني. انا كل كان همي ان انا اسيب المكان ده وامشي. هنعمل ايه في الفيلم؟ انا الورق عاجبني جدا. احنا في ايه ولا في ايه يا داليا؟ ماشي، بعدين منك ليه؟ كلميه انتي، انا مش هتكلم معاه تاني ابدا اساسا، انا مش هكلم اي راجل اصلا، ربنا ياخدهم كلهم. ماشي. ها قفشتي؟ قفشته ايه بلاني؟ يا ريتني ما سمعت كلامك. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ هو جنبك؟ لا نزل. طب انا نازله لك. لا بقول لك يا رانيا، انا تعبانه والنبي خلينا بكره. ماشي باي. لا برضه نازله لك. يا رب يا رب احفظ لي جوزي، يا رب احفظ لي جوزي عمر ووفق، يا رب ابعد عني سوء الظن. أنا إزاي اتصرفت كده؟ منك لله بقى يا رانيا، منك لله يا شيخ. أنتِ برضه جيتي؟ أنا مش قلت لك عايزة أنام؟ يا شيخة نامت عليكي حيطة، أنتِ عبيطة يا شيرين؟ أنا لازم أعرف إيه اللي حصل. أنا ما اعتمدتش على دماغك دي أبداً. قولي لي إيه اللي حصل بالظبط؟ مفيش. البنت اللي كانت معاه طلعت مديرة أعمال داليا فهمي الممثلة، يعني كان حاجة كده زي اجتماع عمل. يا سلام، وحلوة بقى البنت دي؟ كويس عادية يعني، هي كده بنت في روحها قوي، فاهمة قصدي؟ المهم طمنيني الأول، انتي قلتي له عرفتي مكانه ازاي؟ لا طبعا قلت له إنها صدفة. برافو عليك. شوفي بقى يا ستي، حتى لو الموضوع شغل، طالما البنت حلوة يبقى ده جرس إنذار ليك يا شيرين. انتي بتقولي بنت كده في نفسها؟ يعني رقة ولبس مش عارف عامل ازاي ولقطة حلوة
وإذا هي بنت في نفسها فأنت يا شيرين راجل قوي في نفسك. قطع لسان اللي يقول كده، أنا كلي أنوسة على فكرة. آه والله، أنت بتبصي لي كده ليه؟ عشان بالإسدال يعني؟ طبعا. أهو يا رب. ايه؟ في ايه؟ عشان مقفله شويه يعني؟ الدنيا بردت يا رانيا، ما انت فاهمه. دي حلوه والله. يا ابني عرفت ازاي؟ انت مقتنع بالكلام ده اصلا؟ المفروض مراتك دلوقتي تبقى في سابع نوم. انت باين عليك مخترق يا معلم. مخترق ازاي يعني؟ متراقب يعني. لا شيرين مش بتاعت الكلام ده ابدا. هيبك انك عبيط. يا معلم انت متراقب، خد مني. انا برضو استاذ يعني. وانا واثقه ان مساندتي ليه حياتنا مع بعض هتظبط. خلي بالك عمر بيحبني وبيموت فيا، وده اللي مطمني. كفايه بقى، انت هتنقطيني ليه يا رانيا؟ في ايه؟ انا قلت ايه غلط؟ بصي بقى، ايهاب كان لسه باعت واتساب لجوزك بيساله بيقول له هتودي فين ديما النهارده يا عموره؟ قام ردد وقايل له هنروح مطعم معرفش اسمه ايه كده. انت عرفتي الكلام ده ازاي؟ بصي بقى يا ستي، الموضوع بسيط. هي مره واحده اخدت موبايل ايهاب، فتحت الواتساب وفتحت موقع الواتساب على اللابتوب ووصلتهم ببعض، فبقت اي رساله بتيجي لايهاب بشوفها انا عادي جدا، وكان الواتساب بتاعه معايا انا. يا نهار اسود. طب وعرفتي ايه؟ اهو ايهاب باعت بيقول له هتروح فين يا عموره مع ديما، قام ردد وقايل له هروح مطعم تري بيسترو. اهو زي ما قلت لك. تري بيسترو؟ بس ده المكان بتاعنا واحنا قاريين فاتحه. ده المطعم ده في الشارع اللي ورانا. ايه الجرأة دي؟ طبعا، ما هو فاكر ان انت زمانك في سابع نومه. ده كويس انه ما جابهاش يعشيها عندك في المطبخ. يا شيرين فوقي بقى، ده انا دبت النمله بعرفها عن جوزي. لازم تسيطر اكتر من كده. واضح ان الكتاب مفتوح قدام مراتك، وده اللي موديك دلوقتي في داهيه. مش فارقه، هي كده كده بتخلص خلاص. انا لولا وجود احمد في حياتي كان زماني واخد قرار مختلف خالص عن دلوقتي. بس واضح ان شيرين مصممه انها تزقني في الاتجاه ده. يعني انا كمان زيك يا شيرين، مش لوحدك، بس الظروف مختلفه. بس أنا كمان ما بقتش عارفة أتصرف إزاي. هل أسيبه براحته وأديني مراقباه وأتدخل في الوقت المناسب، ولا أعمل معاه وقفة ويمكن أخسره؟ شوفي، أنا مش هقولك دواري وراه، اللي هيدور هيلاقي. بس أنت كمان لازم تشوفي نقصك إيه وتصلحيه. انت ساكتة ليه؟ بص عليكي، انت نمتي؟ شيرين، شيرين. لا طبعا، معاكي حق. معاكي حق ده ايه يا موكوسة؟ ده انت رحتي في سبع نومة يا شيخة. صحيح فعلا. هي الساعة بقت كام يا رانيا؟ 12:30. ايه 12:30 بالليل؟ لا 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 لا، انا كده يومي باظ، نظامي كله كده اتلخبط. بقولك ايه، امشي امشي يلا دلوقتي. انا بس كنت عايزه اقول لك تعملي ايه مع عمر عشان تتاكدي هو بيخونك ولا لا. لا الموضوع ده مش مهم خالص دلوقتي. على فكره انا محتاجه انام، لان انا عندي شغل بكره الصبح بدري جدا. وبعدين لو عمر بيخوني يبقى منه لله. انا مش قادره افكر دلوقتي. لا تصبحي على خير، يلا 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 امشي. صحيح، خلصت حاجتي من جارتي. تصبحي على خير. انت من اهله. يلا حبيبتي، يلا روحي. طيب يا اختي، صباح الخير. اغسلي اغسلي اللي بتحبيه فيه. الساعة 12:30. اغسلي عليكي يا شيخ. بيخوني؟ لا انا تعبانه، انا مش قادره افكر خالص. مش لا نام.
يعني ايه راجل بشنب في وشه يشوفني يطلع يجري كده؟ وانا بخوف قوي كده؟ ايه يا شيرين؟ انا ليه شكلي كده؟ بس انا مديره وست متجوزه، اتشيك لمين واحط ميك اب لمين؟ طب وفي البيت؟ انا بيبقى شكلي اوحش من كده كمان، بس انا كده ودي شخصيتي ومش هغيرها ما دام انا مرتاحه. لكن عمر، مدام شيرين؟ اه يا ماجدة. صباح الخير. صباح النور. في واحد بره بيقول انه من شركة الرودة وعايز يقابل حضرتك، بيقول انه هو واخد ميعاد بس انا ما اتبلغتش بالميعاد ده. مدام شيرين؟ اي ماجدة. قولي لي انت عامله ايه مع جوزك؟ الحمد لله تمام. اقعدي. انا عارفه ان انا تعباكي في الشغل معايا وبروحك متاخر، والحقيقه ان انا اوقات كتير بنسى انك ست متجوزه. انا لسه كنت بفكر في الموضوع ده، خفت يعني اكون عامله لك مشاكل. لا خالص، حضرتك ليه بتقولي كده؟ يعني اكيد بتنامي بدري وما بتلحقيش تشوفي، واكيد حياتكم ملخبطه بسبب الشغل. لا ابدا خالص، انا عارفه انظم ده كويس. يعني انا اصلا مش بنام قبل الساعه واحدة، يمكن واحدة ونص، فهو اوريدي بيكون نام، بس انا اول ما برجع البيت ببقى متفرغه له هو والاولاد، فالحياه ماشيه الحمد لله تمام. يعني انت كل ليله بتنامي بعد واحدة الصبح؟ بنام واحدة وبصحى ست، بس مش مشكله، حبه الساعات دول بعوضهم بعد كده في الاجازه. لا ده انت بطله. وبتلبسي ايه في البيت؟ سوري، بلبس ايه ازاي؟ انا قلت بتلبسي ايه؟ يا نهار ابيض، معلش انا مش مركزه خالص النهارده، اصل انا كان المفروض ان انا نازله اجيب لبس وكده. لا انا قصدي لما بتروحي البيت، يعني بتلحقي تشوفي طلبات الولاد وتقعدي مع جوزك؟ يعني انا اصل ضميري مأنبني قوي. بصي يا ماجده، انسي الموضوع ده خالص. انا لما دخلت الشركه النهارده احمد حسين اول ما شافني جري، خدتي بالك؟ اه طبعا خدت بالي. هو عمل كده ليه؟ علشان يعني ما كانش على مكتبه. فحضانة احنا يعني ولا ايه؟ هو انا بخوف قوي كده؟ لا هو مش خوف، بس هو احترام لحضرتك. وبعدين بتخوفي ايه؟ ده انت زي القمر. بجد؟ بجد ايه؟ اصلك لسه كنت بتقولي يعني ان انا زي القمر، وانا بجد شكلي كويس؟ اه طبعا طبعا زي القمر، بس هو يعني... ايوه هو ايه بقى اللي بس هو يعني؟ اتكلمي يا ماجده قولي. يعني انا لو قلت لك مش هتزعلي؟ خالص بالعكس، انا يهمني اعرف رايك. قولي. بصي هو الموضوع يعني ان طريقه لبسك يعني مش لايقه ابدا على سنك، وكمان سياحه شعرك. بس انا عارفه ان انت بتحاولي تعملي ايمج لنفسك عشان الشغل، بس صدقيني الايمج دي اوريدي موجوده بقراراتك وبشخصيتك وبشغلك اللي كل الناس بتشهد لك بيه. أنا هستأذن. أنا أسف. أنا محققتش أي حاجة في حياتي. حبيت التمثيل وعرفت ده ليه سكته. هي اللي اشتغلت ونجحت وأنا لأ. فكرت في الجواز وقلت أنا كده فرصتي أحسن. مش كل الرجاله بيستوعبوا مهنه الفنان، والنتيجه كل شويه يظهر شخص يلعب بمشاعر ويستهتر بيا ويطلع جاي عشان الفن. قلت اكون دايما ايجابيه وبضحك عشان لو اوف اتراكشن بيقول كده. حفظت كتاب ذا سيكريت كلمه كلمه وبطبقه بالحرف، والنتيجه ولا حاجه.
كل شوية ألم جديد. أنا تعبت. والله أنت عارف أنا بحب الشغل معاك قد إيه، لكن الدور ده أنا عملته كتير، يعني أي ممثلة ممكن تعمله. أرجوك ما تضغطش عليا. خلاص أوكي، ميرسي، ربنا يخليك يا أحمد. باي باي. باي باي. مش معقول كل ما يبقى في دور واحدة هتخطف راجل من مراته يكلموني، وأنا شكلي شمال كده؟ لا طبعا يا حبيبتي، أنا حتى شكلي كيوت. إيه مالك؟ مفيش، مقفلة شوية بس. وهيكون عشان عمر والهبل ده لما دقت على الراس طبول. ايوه بس انا راسي وجعتني يا داليا، خلاص ما بقتش قادره. امال انا اقول ايه بس؟ تقولي ايه في ايه؟ ايه اللي ناقصك؟ الشغل والحمد لله ناجحه ومكسره الدنيا، كل شويه يظهر حد في حياتك عايز يرتبط بيكي وانت اللي بتنقي. باباكي ومامتك الحمد لله ربنا يخليهم لنا موجودين وبنشوفهم في اي وقت. انا مش بحسدك يا داليا، انت عارفه انت اكتر من اختي، واللي يبسطك يبسطني، بس حسي بيا شويه. انا بقى حققت ايه في حياتي؟ خلي بالك يا دينا، انا رغم كل النجاح والفلوس دي انا مش حاسه اني سعيده. انا كمان نفسي استقر، الي حياتي، يكون عندي زوج وعيال زي اي بنت يعني. لكن الحمد لله كل الرجاله بقابلهم تصرفاتهم تصرفات عيال، فمش ناقصه قرك يا هاني. حياتك يا داليا انا مش قادره اهزر بجد، انا حاسه ان انا ماليش اي لازمه في الدنيا. انا بفكر اسافر لاهلي ابو ظبي. الكلام ده لا، ده انت حبيتيه في يومين بقى. خلاص بقى، ما حبيتوش ولا حاجه، كل الفكره ان الموقف فوقني. ايه ده؟ الو، ايوه يا استاذ عز، دلوقتي انا عندي مشكله كده ومحتاجه الاقي لها حل. انا كنت كاتب فيلم اسمه دخلة صيف،
وفجأة بفتح الفيسبوك لقيت إن في فيلم بيتصور دلوقتي بنفس الاسم ده بالظبط. بقرا الملخص بتاعه لقيت إن هو نفس يعني قصة فيلمي بالظبط، شبه القصة جدا، نفس الشخصيات، نفس كل حاجة. لا ما سجلتوش للأسف. يا سيدي أهو اللي حصل، ما سجلتوش، أعمل إيه؟ لا ما اديتش السيناريو لحد، أنا يعني فجأة ما لقيتش السيناريو، ما أعرفش يمكن نسيته في حتة أو حاجة. طيب يعني أعمل إيه؟ لا ما انا بقول لحضرتك الموضوع لقيته نفس الشخصيات ونفس كل حاجه، القصه تقريبا هي يا دي المصيبه. يعني اعمل ايه؟ اكلم وائل يا حرام؟ ولا اعمل ايه؟ وانا بكلمك عشان تقول لي اعمل ايه؟ انا اسف ان انا بفعل حاجه بس المشكله كبيره عندي جدا. ايوه فجاه لقيت الفيلم كله مع ناس ما اعرفش، خبر على الفيسبوك مش فاهم، ما اعرفش. الحقيني يا عمته يا استاذ عز، ما هو انا ايوه بصي بصي هفهمك حصل. فانا برشحك يا وائل لبنت اخويا تعمل معاها موقف زي ده. يا سريه هاني من الحكايه ابسط من كده، بدليل ان حضرتك طلبتيني جيت لكم، وحضرتك عارفه اني ما بقبلش حد بره مكتبي، بس غلاوتك عندي كبيره. طب فسر لي ازاي حصل ده؟ كل الموضوع ان قريت الفيلم ما عجبنيش، يمكن قريته باهمال شويه، بس بالصدفه كان في مخرج قاعد عندي شاف السيناريو شده الاسم طلب يقراه، قلت له الفيلم مش بتاعي، قال انا مش عايز الفيلم انا عايز الاسم، والاسم مش ملك حد، يعني اي حد ممكن يسمى عمل باسم دخلة صيف. بس كان ممكن برضو تكلم شيرين تقول لا. يا هانم هي قدامك اساليها، انا كلمتها فوق العشرين مره ما ردتش، حتى عشان كنت عايزه ابعت لها السيناريو برضو ما ردتش. معلش حضرتك، حتى لو انا ما ردتش المفروض كنت تبعت السيناريو، وبعدين اللي انا فهماه بقى ان انتوا واخدين قصه الفيلم بالظبط. لا مش حقيقي، القصه مختلفه، واكيد هتشوفوا الفيلم وتعرفوا ان هو مختلف. وكمان طلع حرامي؟ ده انت ما جايبك نيلة. لا بصي يا داليا، هو انا مش طايقاه فعلا، بس السيناريو ده اتسرق مني. عمر دماغه حلو قوي، بعت لي كذا فكره كلهم احلى من بعض، وانا فاكره كويس قوي انه قال لي ان السيناريو اختفى من عنده. لا حرام. انت لسه ما رديتيش عليه؟ لا فات اسبوع، هو كل يوم بيكلمني على الاقل 6 مرات، ده غير بقى المسجات والواتساب. أنا كل مرة بمسك نفسي ومش برد عليه. تمسكي نفسك؟ يعني بيبقى نفسك تردي. الزن على الودان يا داليا أمر من السحر. مش عليا الكلام ده، أنا عارفة كويس، أول ما بتقفلي من حد أول حاجة بتعمليها تديله البلوك التمام. بقولك إيه، لو حاسة إنك محتاجة تردي عليه خلاص ردي. هو أنا عايزة أرد عليه بس لا مش هينفع، انا مش ممكن اكلم راجل متجوز، اللي مرضهوش لنفسي مرضهوش لغيري. بصي يا شيري، عمر مش لازم يعرف ان ليكي اي دخل بموضوع السيناريو ده، والا كده العلاقه هتسوء اكتر. وهي فين العلاقه دي يا عمته؟ عمر من يوم المشكله ما بيبصش في وشي، حتى مش واخد باله ان انا بحاول اغير من نفسي. يظهر اني اتاخرت يا شيري، وعلشان كده مش لازم يعرف أبداً إني لك علاقة بالسيناريو، عشان الموضوع ما يتنيلش أكتر. بس هو بصراحة صعبان عليا قوي. صعبان عليكي؟ لا يا حبيبتي، تصعب عليكي نفسك، ويصعب عليكي أحمد اللي هيتمرمط ويتبهدل لو أنتوا اتطلقتوا. معلش واحدة تانية، مش عارف بالظبط. طب ممكن أنا أصور لك؟ أوكي أوكي. شكرا. ميرسي. انا تعبت، بس مش واخدين بالهم من هذا بيكون. الاكل برد. معلش يا بابا، هم برضو بينبسطوا قوي لما بيشوفوا الممثله هما بيحبوها. عارفه والله، وانا كمان بحبهم، بس برضو بحب الاكل كمان. عمر ازيك؟ ازيك يا داليا؟ كويس؟ ازيك يا ديما؟ ايه ده؟ دي صدفة بقى ولا بتراقبنا؟ لا أكيد صدفة طبعًا. طب اتفضل اقعد. ميرسي. ها قول لي، إيه حكاية الفيلم ده؟ والله مش عارف، فجأة لقيت الفيلم اتسرق مني، كان عندي نسخة في البيت وفجأة ما لقيتهاش،
كلمت المحامي وقال لي ان احنا لازم ناخد اجراءات وكده وشكلنا هنرفع قضيه يعني. ما توقفش عند الفيلم ده. طبعا ما تتنازلش عن حقك بس ما توقفش عند الفيلم. انت عندك افكار كتير ويمكن احلى من الفيلم ده كمان. واضح انه ديما مقتنع بيك جدا. واضح فعلا عشان كده ما بتردش عليا في التليفون. لا والله ابدا انا بس كنت مشغوله. الله يعينك. بص يا عمر انا عن نفسي انا لسه عايزه اشتغل معاك وانا واثقه ان عندك افكار احسن فحضر لي حاجه تانية ويلا بينا. ماشي شرف ليا طبعا اشتغل معاكي. حاضر خلاص اتفقنا. طب عن اذنكم انا يعني هلف في المحلات اللي جنبينا شويه وارجع لك. لا استني انا جايه معاكي. لو سمحت انا عايزه اتكلم معاكي شويه. مش هتاخر يا دودو. ها مش هتعرف كتير. بعد اذنك يا عمر. اتفضلي. خير يا عمر؟ انا ما جيتش هنا صدفه. هو شيء واضح بس مش مفهوم. ديما انا بحبك. عيب عليك. عيب عليك انت راجل متجوز. احترم الست اللي انت متجوزها. ديما انا مش هقدر اكتم الموضوع ده جوايا اكتر من كده. انا اسف. انا عارف اني غلطت. وعارف ان انا كان لازم اقول لك ان انا راجل متجوز واحكي لك على كل ظروفي. انا اسف. والله؟ وتقولي لي انك راجل متجوز. ده شيء ما يخصنيش. احنا كل اللي بينا علاقه شغل وبس. انا كل الحكايه ان انا اتضايقت جدا من الموقف اللي اتحطيت فيه مش اكتر. والله؟ بس كده؟ الموقف هو الحاجه الوحيده اللي ضايقتك؟ مستحيل. مستحيل اكون فاهم غلط وتكوني مش حاسه ناحيتي باي حاجه. مستحيل. المستحيل يا عمر ان انا اعرف راجل متجوز. والمستحيل الاكبر منه اني اعرف راجل خاين. اللي يخون مره يخون 100 مره. واللي يخون مراته يخون اي حد. دي ما انت فاهمه الموضوع غلط. انا علاقتي بشيرين منتهيه من قبل ما انت تظهري اصلا. ما كانش ناقص في العلاقه دي غير كلمه وورقه. انا مش ممكن اعيش مع شيرين. انا مش عايزها ومش عايزه اكمل حياتي معاها. ده شيء ما يخصنيش. طيب يعني انا لو جيت قلت لك ان انا راجل سنجل ومفيش واحده على ذمتي وطلبت ايدك للجواز تتجوزيني؟ لا. لا. ايوه لا. ليه؟ انت عايزني اقول لك اه فتقوم انت تروح تطلق مراتك وتسيب ابنك وتيجي تتجوزني؟ انا اسفه جدا. انا ما اخربش بيت عيله ابدا. ديما انا بيكي من غيرك هطلق. الموضوع ده انا واخد قراره من قبل ما انا اعرفك اصلا. انت مش عارفه شيرين شخصيه عامله ازاي. ومش عايزه اعرف. عيب تحكي لي عن مراتك. دي اسرار بيوت لازم تكون امين عليها. انا ما حكيتش اي حاجه. انا بس عايزه اوصل لك الموضوع. الموضوع ده لما يحصل قصدي يعني طلاقي من شيرين لما يحصل انت مش هيكون لك اي دخل بيه. ديما انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. معقول انا فاهم غلط؟ معقول انا بيتهيألي انك انت حاسه بحاجه ناحيتي ويكون لا؟ ارجوكي جاوبيني. بص يا عمر انا ما انكرش اني اول ما اتعرفت عليك كان عندي استعداد ان يكون في بينا مشاعر لغايه ما حصل اللي حصل. ما انكرش ان انا كنت معجبه بشخصيتك وما انكرش ان كان في بينا اتراكشن بس دلوقتي ما اقدرش. مش بس مراتك اللي تمنعني. ولا ايه تاني اللي يمنعك؟ ابنه. احمد يا عمر. احمد ده ايه مش في حساباتك؟ يعني ايه مش في حساباتي؟ مش فاهم. يعني مش معنى انك مش طايقني ومش عايز تتكلم معايا ان ما يبقى لكش وجود في حياه ابنك. احمد كل يوم بيسالني بيقول لي ليه بابي مش موجود في البيت زي الاول. حتى لو مش طايقني هو ذنبه ايه؟ احمد ملوش ذنب في اي حاجه بتحصل ما بيننا ومش هيدفع ثمن اخطاء اي حد فينا. السنه الفتره اللي فاتت كان عندي ظروف ملخبطه شويه وانت عارفه كده. وهتخلص امتى بقى الظروف دي؟ كله باوانه. كل شيء وله اخر شيء. سلام. عمر استنى. أنا آسفة. أنا آسفة إني كنت مقصرة معاك الفترة اللي فاتت. بس أنا في حاجات كتير ناوية أغيرها فيا خالص. قصدي يعني إن أنا هكون زوجة أحسن. حاجات أنا عارفة إن هي مضايقاك. أنا عارفة إن أنا لازم أعمل كده.
عمر انا بحبك. وانا كنت بحبك. عايز يعرفهم. بتعيطي؟ لا بتعيطي؟ بتعيطي ليه يا هبنا؟ أنا بحب عمر ده ليه بحبه؟ يبقى خلاص بطلي تعملي فيها الملاك أبو النحات. لو الأستاذ ده طلق اتجوزي ماشي؟ صباح الخير بقى علشان أستاذ شريف عرفه ما عندوش ظرف الشغل. تفتكري لو طلق يبقى من حقي ان انا افكر فيه؟ يا روح قلبي لو انت ما فكرتيش غيرك هتفكر وهتاخد مصلحه عادي. الدين بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ الدين نيلة يا حبيبتي انا قصدي انه ما دام انت مش هتطلبي منه انه يطلق وهو كده كده هيطلق يبقى خلاص اول ما يجيلك فاضي شيل. ايه بس انا خايفه اشيل ذنب حد. انتي حرة بقى. بس انا بحبه. Good night. Good night. بصي يا عمتو انا محتاجة انك تاخدي احمد يبيت عندك النهاردة. لا انا طالبة عشا من برة علشان اعمل عشا لعمر وعاملة له حبة حاجات كده يمكن اصلحه. يمكن يفك شوية. ماشي ميرسي يا حبيبتي. هكذا تعالي لي بليز. افندم قولي لي يا ماجدة ايه اكتر برفان بتحبيه؟ بصي هو في حاجات كتير بس في واحد انا بحبه قوي. طب ده ابعتي هاتيهولي حالا. حاضر حالا. عايزاك بالليل ضروري على 10:30. بعت الموتوسيكل ليه؟ محتاج فلوس. طب ما تقول لي يا ابني. شايلك للتقيل. لو النبي خلينا انا الخفيف. يا ساتر جلدة لا طول عمرك جلدة طول عمرك جلدة. عايزاك بالليل ضروري على 10:30. شفت بعتلي ايه؟ ليه؟ تسعين في المية هروح البيت اللي هي جايبة عمتها وحد من خلانها وتقولي طلقني. يا راجل حرام عليك، واحدة امبارح لسه كانت قاعدة معاك وبتقولك أنا بحبك، هتيجي النهاردة وتطلب الطلاق؟ الكلام ده لو ما كنتش رديت عليها وقلت لها أنا كنت بحبك. هي دلوقتي عارفة إن هي مهددة بالطلاق في أي لحظة. طبعًا التناكة والإيجو بتاعها هيخلوها هي اللي عايزة تسبق. مش مشكلة. أنا عارف شيرين كويس. بس أنا بقى محضر لها حتة دين مفاجأة. غير متوقع. تفضلوا يا جماعة. تفضلوا، تفضلوا هنا، أيوة. تفضلوا. خمس دقايق وأجيلكم. عمر؟ يا عمر. مساء الخير. مساء النور. أنت معاك ضيوف؟ مش كنت تقول لي انا المفروض كنت ناوي مش المفروض اي حاجه ابدا دول مش ضيوف دول المأذون واتنين شهود البسي اي حاجه عليك عشان هنتطلق دلوقتي انت بتهزر انت شايف ان انا كلامي يدل على ان انا بهزر او شايفه اساسا ان علاقتنا تسمح ان انا اهزر معاك باي حاجه ارجوك البسي اي حاجه عليك وحصليني على بره استنى هنا الكلام اللي انت بتقوله ده انت اتجننت مش فارقه بقى اتجننت ما اتجننتش. انت كده كده شايفاني شخص فاشل وموهوم وما بتحملش اي مسؤوليه. جه الوقت بقى ان شخصيه عظيمه زيك تخلص من شخص تافه زيي. ايه الكلام ده؟ انا عمري ما كنت شايفاك كده. ازاي؟ انا حتى بكرر نفس كلامك. وعموما عشان نرضي الايجو بتاعك احنا ممكن نقول ان انت اللي طالبه الطلاق مش انا. انا عارف ان انا فاجئتك واسف يعني على كده. يعني انت جاي اخر الليل تطلقني؟
علشان تفاجئني. طب يا عمر عامل حساب احمد في المفاجاه دي؟ لا 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 ابوس ايدك، ما تجيبيش سيره احمد في الموضوع ولا تدخليه. احمد ملوش ذنب في اي حاجه بتحصل ما بيننا. انا هعرف اخد بالي من ابني يمكن احسن من الاول 100 مره، لاني حابه بني ادم ناجح. النجاح ده لا يمكن يحصل طول ما انا وانتي عايشين تحت سقف بيت واحد. البسي حاجه وتعالي لي بره بسرعه. اساله انت رايح فين؟ بابا رايح اجازه كام يوم يا حبيبي وراجع. سيبيه يساله يا عمو. اسكتي بقى يا شيري. بابي انت رايح فين؟ حبيبي انا هبقى موجود كل يوم، كل ما هتحتاجني هتلاقيني على طول. انت بس كلمني وانا هكون معاك. انا لازم اقعد في بيت تاني جنب شغلي، بس دايما هبقى موجود. يعني قبل ما انام واصحى هلاقيك؟ يعني ساعات هتلاقيني وساعات لا، على حسب شغلي، بس دايما هبقى موجود. خرجنا كل حاجه كده فهم. طيب ماشي اتفضلي. كنت سريع عايز حضرتك في كلمه يا سمعت. كان بيقول ان كل حقوقك محفوظه وانه متكفل باحمد من الالف للياء. كتر خيره. أنا بصراحة يا شيري مش عارفة أنتِ زعلانة ليه دلوقتي وبتعيطي؟ إحنا غلطنا، واللي بيغلط بيتحمل نتيجة غلطته. وبعدين يعني أنتوا ما انفصلتوش من النهاردة يا شيري، أنتوا منفصلين من زمان. من ساعة ما كنتِ فرحانة قوي قوي إنه راح نام في أوضة تانية، لأنه كان بيزعجك التلفزيون لما يفتحه وأنتِ نايمة جنبه، ولما كان بيتأتأ الصبح لما تصحي بدري وتعملي دوشة. غير طبعا انك كنت ماشيه في البيت زي العسكري رايحه جايه اوردرات وتعليمات وخلاص. شيرين، عمر ما حسش انه خسر زوجه، لانه عمره ما حس اصلا انه متجوز. الراجل يا حبيبتي بيبقى عايز الست تبقى حلوه في البيت، تهتم بيه وترعاه. جايز، لكن مع كل ده عمته كان موجود، كان عايش معي. البنت دي خطفته مني. يا حبيبه قلبي، اي راجل متجوز ومحترم 100 ست هتبقى عايزه تخطفه. المهم بقى الست اللي في البيت مراته، لو هي عامله اللي عليها بتحبه وبتهتم بيه مش هيحصل كده. انا مش وحشه قوي كده يا عمته، انا طول الوقت كنت مهتمه بعمر وبسعادته وبتفاصيل حياته. يمكن طريقتي كانت غلط، بس هو كمان مش ملاك، متعودتش حد يهزمني، وأنا مش هقعد أعيط على حصان. بس يا حبيبي، بس عشان خاطري متعيط. أنا عارف إنها مفاجأة للكل، بس أنت عارفني يا إياد، بصبر وأتحمل وجع على نفسي، بس ده بيخليني اخد قراراتي في ثانيه، وده اللي هي ما كانتش فاهماه. طلقتها، جبت مأذون واثنين شهود واديتها حقها وطلقتها. بالبساطه دي تقلب عليها؟ بالبساطه دي تطلق مراتك ام ابنك عشان قابلت واحده عجبتك وشكلها حلو؟ جنسكوا ايه انتوا؟ ايه احنا مش لوحدين؟ ايه؟ بصراحه انا مش فاهماكوا، قصدي رجاله يعني. انتوا ازاي كده مالكوش امان؟ ازاي تطلق مراتك أم ابنك بمنتهى البساطة؟ مين قال لك إنها بمنتهى البساطة؟ أنا بفكر في الحكاية دي بقالي سنة. كل الحكاية إن جه وقت التنفيذ. وابنك؟ ابنك أحمد ذنبه إيه؟ ابنك بيحبك وأنت كمان بتحبه. ليه تحرمه من إنه يعيش
في أسرة طبيعية وسط أب وأم بيحبوه. وذنبه إيه ابني؟ إنه كان يعيش في بيت يتعلم فيه كل حاجة غلط عن فكرة الجواز. ذنبه إيه إنه كان يكبر ويشوف أمه وأبوه مفيش بينهم أي احترام ولا أي حب؟ إزاي مطلوب منه إنه بعد كل ده يكون بيت وأسرة طبيعية؟ أنا اللي عملته ده في مصلحة ابني، وأنا عارف مصلحة ابني كويس. أنت حر، بس مش فاهمة يعني زن 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 عايز تقابلني، وبعدين بعد ما قابلتني جاي تقولي أنا طلقت، طب وأنا مالي؟ أنت هتستعبطي. عيب كده على فكرة. لا ما أنت بتستعبطي. دي ما أنا عارف إن أنت مالكيش أي علاقة بالموضوع ولا سبب فيه. بس أنا لازم أفكرك بحاجة مهمة جدا. أنت عرفتيني وأنا راجل متجوز. ودلوقتي أنا راجل مش متجوز، وإحنا الاتنين فاهمين إن في حاجة كانت بتحصل بينا. وأنا محتاج الحاجة دي تكبر، تربطنا ببعض أكتر، ده لو ما ضايقكيش. أنا منكرش إن أنا كنت حاسة من ناحيتك نفس اللي أنت حاسه بيه، ومش هزوق الكلام، لسه عندي نفس الإحساس، بس ده ما يسمحليش إن أنا أبعدك عن بيتك ومراتك. مراتك أنت طلقتها صح، لكن ممكن تردها، وبعدين أحمد ابنك كفيل إنه يرجع كل حاجة زي ما كانت. ممكن يا ديما تبطلي تقومي بدور الملاك وانت بني ادم؟ ممكن تبطلي تقومي بدور انت مش مضطره تقومي اصلا بيه؟ انا كل اللي انا عملته ان انا بعدت عن انسانه اتغيرت، بقت شخص تاني انا ما اعرفوش. ارجوك يا ديما، ارجوك، انا محتاج لك ومحتاج ابدا حياه جديده معاكي. انا لسه ما اعرفكش يا ماما، بدري قوي على الكلام. انا مش مستعجل. هما صحيح كانوا ابتدوا يصوروا كام يوم، وصوروا فعلا كام يوم، بس انا الحمد لله قدرت اوقف التصوير ده. عمر انا مش عايزه استنى اكتر من كده، يعني موضوع دخلة الصيف ده هياخد وقت طويل وصراعات، مع ان الحدوتة عجباني جدا، بس عشان ننجز انا شايفه ناخد اي فكره من الافكار التانية اللي كنت حكيها لنا قبل كده، فابدا اكتب في حاجه منهم، بس قدامك شهر بكتير. ماشي، ما انا المشكله ان انا لسه قاعد في اوتيل، يعني محتاج كام يوم كده ادور على شقه واستقر واقعد فيها عشان اعرف اكتب. انا فعلا بدات كتابه، مش عارف بقى الموضوع اللي انا بكتبه هيبقى بقوه دخل الصيف ولا لا. بس دي مش مشكله، لو على الشقه ندور، اما الكتابه بقى فوالله ده في ايدك انت، انت اللي بتكتب، وانت اللي تقدر تكتب حاجه احسن كمان من دخل الصيف. وزي ما قلت لك قبل كده، ما تخليش حاجه توقفك وما تبصش ورا. طول ما انت في ظهري عمري ما هقف ولا ابص ورايا ابدا. اتنين ليمون يا ابني. ايه يا استاذ؟ كل ده نوم؟ لا صحصح كده وفوق معايا، عشان انا لقيت حته دين شقه تجنن، وايجارها كمان معقول جدا. جامد ده، الفيلم ده احلى من اللي فات. شفتي؟ مش قلت لك انا لازم اشوفه بكره ضروري. طيب ما تخليها بعد بكره. ليه اخليها بعد بكره؟ اصل انا بكره لازم اروح اسكندريه قبل المحامي، عشان بابا عايز يبيع شقتنا هناك. طب ايه علاقه ده بالموضوع؟ ما ينفعش اشوف عمر غير وانت معايا. لا ما اقصدش، بس يعني بقول احسن ان احنا نبقى الثلاثه مع بعض. ديما، العلاقات الشخصية حاجة والشغل حاجة تانية، فما تخلينيش أقفل الموضوع كله. We'll be right back.
على خير. عندنا ايه النهارده يا مجد؟ في ميتنج الساعة 11 مع مستر خالد صبري، وميتنج تاني الساعة 3 مع مستر محمد أبو العالة. اوكي، في حاجة تانية؟ هو في بعد التو ميتنجز دول النهارده على ميلاد ندى، واحنا جايبين لها بقى تورتة عشان تطفي لها الشمعة. طيب هتندهي لي طبعا. وعايزاكي تشوفي لي الموضوع ده ايه كان متعلق على مكتب أميرة. وكويس إني افتكرت. عايزاكي تكلمي تريبي سترو تحجزي لي اخر خميس في الشهر ده. عايزه الم الموظفين كلهم لان هيوافق 5 سنين على تاسيس الشركه. واو، دول هتبسطوا قوي بالحكايه دي، بجد فكره هايله. بيرفكت، انا عايزاكم تبقوا مبسوطين. ميرسي قوي. طيب يلا عن اذنك. سوري، انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. وحضرتك اتطلقتي؟ من شهر. اوكي، وده سبب بقى التغيير الكبير قوي اللي حصل في شخصيتك ده؟ يم انا كان دمي تقيل قوي صح؟ لا خالص، بس يعني انت كنت واخده الحياه جد زياده عن اللزوم، بعدين الحياه مش مستاهله اصلا. بس يا ترى بقى جوزك شافك بعد التغيير ده كله؟ لا، احمد هو اللي بيروح لباباه فما شافنيش كده خالص. بس انا ما عملتش التغيير ده عشانه، انا عملته عشان احب نفسي كده اكتر. الموضوع ده مش هيعدي على خير، كل اللي طلبته مني عملته لك، ودلوقتي جه الدور عليك. وانا تحت امر. يبقى تعمل اللي هقول لك عليه. كات، هو ده فركش. حضور بكره الساعه 8 يا اساتذه، ما حدش يتاخر. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يخليك، الله يخليك، تسلم. مبروك يا معلم، اول يوم تصوير من تعريفك، اظن دي بقى اسعد لحظه في حياتك. والله اسعد لحظه بجد لما ان شاء الله اشوف الفيلم مع الناس في السينما باذن الله. لا، السينما دي بتاعتي انا. انا اسف يا عم، انا بهزر، انت صدقت ولا ايه؟ الايجو بتاعك عالي قوي. انا ايجو بس، مخرج بقى وانت فاهم. طيب هتعمل ايه في المشهد الفينال؟ ما تقلقش يا عمر، انا هظبطها. طيب على الله. ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. مبروك يا عادل. طبعا مش مبروك قوي، انت متعود يعني. طب لقاء سريع كده مع الكاتب والسيناريست عمر جلال الدين، تحب تقول ايه حضرتك في اللحظه دي؟ والله قبل اللقاء انا احب اقول كلمه مهمه جدا بالنسبه لي. احب اشكر الانسانه اللي وقفت جنبي وشجعتني وامنت بيا، ديما. طبعا تعمل ديما. ثانيه واحده، عندي حاجه كمان صغيره جدا احب اعملها. تتجوزيني؟ لحظة في حياتي، طول عمري مستنية اني اكون زوجة الراجل بحبه بيحبني. بحبك يا عمر. يا ريتني قابلتك وعرفتك من زمان، عمري ما هسيبك ابدا. بحبك يا ديما. اتجوز؟ مش قلتلك البنت دي خطفته مني؟ نفس البنت هي؟ فرحه كان امبارح، عشان كده بقى بقاله كام يوم مش معبر احمد. خلاص، يبقى انت كمان لازم تتجوزي. ومين قال ان انا مش هتجوز؟ انا هتجوز. بيبي، هو احنا مش هنخرج ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، طبعا هنخرج. أنا بس عايز أخلص الخمس مشاهد دول عشان في دماغي ومش عايزهم يطيبوا. طب يلا بقى في الإنجاز لحسن، أنا هطقم الزحمة. حبيبتي إحنا كنا بره طول اليوم، ما قعدناش 3 ساعات في البيت على بعض. أنت عجوز ولا إيه؟ نقعد في البيت نعمل إيه؟ نخرج، نسهر، نعمل أي حاجة، أنت عارف أنا ما بحبش قعدة البيت. حاضر. طيب أنا بكلمي داليا عشان أنا عايز آخد رأيها في فيلم كده بكتبه. مش لما تخلص الأول الفيلم اللي بتصوره؟ عايز اعوض يا ديما بصراحه، عايز اعوض.
كفايه اللي راح مني. بصي، هو الفيلم ده انا شايفه انه هيبقى فيلم الموسم، يعني احنا لو جبنا له مخرج كويس، كاست كويس، ويعني اتصرف عليه بشكل كويس، انا اعتقد ان محدش عمل الفكره دي قبل كده. ومين اللي هينطق بقى؟ يعني هنلاقي حد. بس انت مهم ديما دراع فين؟ ايه ده ما تردش ليه؟ يا ابني ديما فيها عرق هبل، وانت بتعرفش ولا ايه؟ لا ما اعرفش. بس حتى افصف كده مش حاسه بحاجه. المهم بقى اكملها وبعدين. ولا حاجه، هو المين بلوت في الموضوع ان البطل لما بيعرف بيروح قاتل ابو البطله ومامتها في الاخر، فاهمه؟ طب ما بلاش حكايه تقتلهم دي. يعني لو البنت راحت لرمزي وقالت له انت راجل قمر وظريف ولطيف، بصراحه استخسرك فيه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الكلام ده؟ كلام ايه؟ الكلام اللي انت بتقوليه. مين اللي قمر وظريف ولطيف؟ ايه ده؟ مالها الهبلة دي؟ هبلة؟ مشكلتي يا داليا على فكرة ان انا مش هبلة. سلام اهدي، في ايه؟ ايه؟ يعني في مكان عام، في ايه مال؟ انت اتجننتي في عقلك ولا ايه؟ يا سلام، ليه؟ شايفيني ماشية بجد في شعري؟ والله ما هو ده اللي ناقص على فكرة. انت ايه اللي منرفزك دلوقتي؟ يعني لما اجي الاقيكي بتقولي لجوزي انت قمر وانا مستخسراك، هو انا مش المفروض اسأل بتقولي الكلام ده ليه؟ ديما ديما انت مش فاهمه حاجه، احنا في مكان عام وانت مش واعيه اللي انت بتقوليه. ممكن تهدي؟ استنى والنبي يا عمر، انت قصدك اني بعمل ايه يعني؟ بحكس جوزك مثلا؟ ها؟ انا مش مصدقه والله. مش انا بعد اذنك يا جماعه. استني يا داليا، استني يا داليا، انت كمان رايحه فين يا بنتي؟ استني، انت ايه اللي بتعمليه ده؟ انت مجنونه؟ لو سمحت يا عمر ما تضغطش عليا اكتر من كده عشان صوتي ما يعلاش المكان. خلاص خلاص، يلا يلا الجنان ده. وحتى لو كنت فهمت غلط، ايه المشكلة يعني؟ المشكلة ان انت كانت شكلك زي الزفت يا ديما، وبعدين المفروض داليا دي تبقى زي اختك، ازاي تتكلمي معاها بالشكل ده؟ انا مش فاهم. والله انا قادرة ازاي اتعامل معاها. طيب انا مش عايز يحصل بينك وبين داليا دي اي مشكلة، ممكن؟ والله؟ خايف على علاقتي بيها ولا خايف على شغلك؟ انت بتقولي ده؟ وايه المشكلة عادي يعني اما تبقى خايف على شغلك؟ وبعدين انا مش فاهمة، ايه كل فيلم تكتبه يبقى الأستاذة داليا فهمي؟ ايه المؤلف الملاكي ده؟ انت بتاعها ولا ايه؟ مش مصدق اللي انا بسمعه، ومش مصدق اللي انا شايفه. انت اسلوبك النهارده غريب جدا، انت مش سامعه نفسك؟ انا اسفه، انا ممكن تكون اعصابي تعبانه شويه عشان ما نمتش كويس. وبعدين انا بغير عليك، بغير عليك قوي. ده حب بقى. حب جامد. خلاص مفيش مشكلة، كلمي بقى داليا واعتذري لها وخلاص، ما تخليهاش زعلانة منك تاني. ماشي، ما تعمليش كده تاني. حاضر. يا ديما، ديما. اي حبيبي. حبيبتي انا هعمل الدرج ده للشرابات بتاعتي كلها. ماشي ماشي اوكي. ناديتني ليه؟ ناديتك ليه؟ انا ما بعرفش. انا اقول لك ان انا هعمل الدرج ده للشرابات. طيب اوكي اوكي ماشي. مش لازم تبقي عارفه ليه يا حبيبي؟ واعرف ليه؟ دي شرباتك انت. يا حبيبتي انا مش بقول لك البسيهم، اصل انا قعدت ادور على شراباتي ما لقيتش غير ثلاث فرد بس، ومش لاقي التانيين. فين التانيين بتوعهم؟ اعتقد في واحد في الحمام، وبيتهيألي ان انا شفت واحد ورا السرير سموير هناك. اه هما ما اتغسلوش كمان؟ مين اللي يغسلهم؟ مين اللي يغسلهم؟ اه. حبيبتي انت مش المفروض تكوني واخده بالك من الحاجات دي؟ معلش يا حبيبي، انت عارف ان انا مش متعوده. بقول لك ايه، يلا نلبس بقى عشان نخرج نتغدى بره. نتغدى بره ايه؟ واحنا مش هناكل في البيت ابدا عمرنا؟ يا بيبي ما انا قلت لك قبل كده مش بعرف اطبخ. اه بس اكيد بتعرفي تنظفي، يعني البيت زي الزفت. يعني انا الحقيقه ما كنتش اعرف ان انت ست بيت يعني محترفه كده. والله؟ طب ماشي مش عيب. روح بقى لست البيت الشاطره يا عمر. بهزر بهزر معاكي، تاخدي كل حاجه قفش كده. على فكره هزارك تقيل. انا اسف. وجارح. انا اسف اسف. انا اسف. قمر يا حمادة. يلا يا أحمد، يلا حبيبي علشان نروح لبابي. اوكي، هو أنت اللي هتوصليني؟ آه أنا اللي هوصلك. طب ممكن أنت وبابي تتصالحوا بقى؟ مين قال إن إحنا متخانقين؟
انتوا مطلقين. انت عرفت ازاي؟ انا كبير وعارف ان انتوا مطلقين. ممكن تربط الجزمه بتاعتك بسرعه؟ هنتاخر كده، هنتكلم في الموضوع ده بعدين. هتكلميه يا شيرين؟ مش عارفه، انا مش هنزل من عربيتي. اها، امال ايه الشياكه الجامده قوي دي؟ عمته انا كده كل يوم من ساعه ما اتطلقت، مفيش اي جديد. يلا حبيبي هنتاخر. باي باي. والله ما انا فاهماك يا شيرين. انا وصلت. انت فين؟ انا عند العربيه النبيت الاوبر على يميني. اوكي شفتك. طيب تعالى خد احمد. طب ممكن اسلم عليكي ثانيه؟ انا مش مهتمه والله. ماشي باي. احمد يلا حبيبي انزل وانا هبقى اكلمك. باي. خلي بالك وانت بتعدي يا احمد. بابي حبيبي 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 بابي. وحشتني وحشتني قوي قوي قوي. عامل ايه؟ كويس. بقول لك ايه؟ نروح الملاهي النهارده ولا هنروح سينما؟ انا عايز مكان نقعد نتكلم فيه ونعمل. ماشي اوكي. اللي انت عايزه هعمله لك، فاهم؟ ما سألتش على بابي ليه؟ ها؟ ما سألتش على بابي ليه؟ انت ما كلمتنيش. لا طول اليوم. لا ما كلمتنيش، وحشتني قوي. هعدلها. اركب اركب. بيقارن بيني وبين مراته القديمة. أنا مش بس عارفة، أنا متأكدة، بس هو لازم يفهم إن أنا ما بعرفش أعمل الحاجات دي، ما تعودتش أعملها. داليا داليا ما بترديش عليا ليه؟ أنت هتستهبلي؟ عاملة نفسك ناسية اللي حصل منك إمبارح؟ ما أنا بعتلك مسج وقلتلك إن أنا آسفة. والله متشكرة جدا، كتر خيرك. اسمعي يا ديما، قبل كده مع تامر أنا كنت قادرة أفهم إنك تغير عليه مني، مع إنه برضه ما ينفعش، لكن المرة دي ده مش صاحبك، ده جوزك. أنا مش جاية من الشارع، الدنيا ما خلصتش علشان أبص لجوز أختي. الموقف ده لو حصل مرة تانية قسماً عظماً عمري ما هحسن معاك. خلاص بقى ما تزعليش مني، أنا آسفة. خلاص طيب. خلاص بجد مش زعلانة؟ خلاص. ماشي ماشي. اسمعي بقى ها، وركزي معايا، ركزي معايا في اللي هقوله لك. شو خاطر اعملك حاجه تشربها يا بيبي؟ لا ميرسي يا حبيبتي، انا بشرب قهوه. أنا فكرت لك في حتة فكرة تجنن، بس عايزة يعني إنتاج تقيل شوية. ماشي، خلص بس موضوع الفيلم اللي أنا بكتبه دلوقتي ده وبعدين نشوف الحكاية بتاعتك. طيب، بس خلص بقى، أنت ليه بقيت تطول كده في الكتابة؟ أطول إيه؟ أنا بقاليش أسبوع بكتب فيه، وبعدين هو أنت بتديني فرصة أبداً؟ إحنا ما بنقعدش في البيت 4 ساعات على بعض يا ديم. سوري يا حبيبي، يعني لو اللايف ستايل بتاعي مش مناسب ليك. بس صح، أنا لازم أهدى. تعرف؟ انت هتبقى اهم مؤلف في مصر. لو ده حصل هتبقى انت السبب بعد ربنا. انا عمري ما هنسى وقفتك جنبي. ما تقلقش، قريب قوي هترد لي جميل. ازاي؟ انا بحس يا عمر ان ربنا جمعنا ببعض عشان نكبر بعض ونحقق احلامنا اللي ما كناش قادرين نحققها. وزي ما انت مش لاقي نفسك، انا كمان مش لاقي نفسي. أنا ما اتخلقتش عشان أكون ضل داليا فهمي. أنا عايزة أمثل.
مالك يا عمر؟ انت مش طبيعي، في ايه؟ لا عادي، مفيش حاجه. لا مش عادي طبعا. ممكن تتكلم لو سمحت؟ بس انا بصراحه يعني اتفاجئت من الموضوع انك عايزه تمثلي، ده كانت مفاجاه بالنسبه لي يعني. بس واضح انها مش مفاجاه حلوه. يعني مش مساله حلوه او وحشه، يعني مساله ان انت يعني ايه اللي جاب الموضوع ده على دماغك اساسا؟ يعني عمرك ما فتحتني فيه قبل كده. انت فاكرني عبيطه يا عمر؟ انا ما بحلمش في حياتي غير بالتمثيل اصلا. انا اللي كان المفروض ابقى ممثله مش داليا. داليا ولا كان على بالها اصلا. كل الحكايه ان انا خدتها معايا اوديشن فقبلوها هي. نصيب بقى. وبعدين انت شايفني ما ينفعش ليه؟ داليا احلى مني في ايه؟ يا حبيبتي الموضوع مش مساله حلاوه وحاشه، الموضوع في الموهبه. مين قالك ان انا مش موهوبه؟ مين قالك؟ فاكر يا عمر اول مره شفتك فيها قلت لك ايه؟ عمري ما هنسى. قلت لي انك حاسه ان انا موهوب وان انا جوايا طاقه كبيره جدا. طيب كويس انك لسه فاكر. وقفت جنبك وساعدتك وانا ما اعرفكش. انما دلوقتي انا مراتك وحبيبتك وانت مش عايز تقف جنبي وبتشكك فيا. قديمة انا مش بشكك فيكي. كل الحكايه ان انا يعني مش قادر اقبل او اقتنع او اصدق او مش قادر اقبل ان مراتي تكون شخص مشهور. اه قول كده بقى. انت خايف ان انا ابقى ناجحه اكتر منك صح؟ ولا خايف قصتك مع شيرين تتكرر؟ ما تخافش يعني، طول ما انا في حياتك مش هتشوف فشل ابدا. تصبح على خير. الله الله، انت رجعت تاني تقعد في الكافيه؟ وحشني يا برنس. حبيبي وانت كمان وحشني. يا ابني اخبارك ايه؟ طمنا عليك. والله ما عارف اقول لك ايه يا ايهاب، بس انا مش مرتاح. مين مرتاح يا مورا؟ زي ما قلت لك قبل كده كله محصل بعض. وبعدين في حاجه غريبه جدا حاصله. ايه؟ انا شيرين وحشتني. شيرين؟ وحشني يا رانيا، وحشني قوي. معقولة يا شيرين؟ انتي غريبة جدا بصراحة. غريبة عشان الراجل الوحيد اللي حبيته في حياتي وحشني. عمر مش جوزي. عمر ابويا وامي واخويا اللي ماتوا وانا عيلة صغيرة. عمر عيلتي كلها، كل حاجة. صعب قوي ان انتي عيلتك كلها تروح منك مرتين. هو ده اللي انا مستغرباه. لما هو كان كل حاجه في حياتك ومش قادره تستغني عنه، سبتيه يتخطف منك ليه؟ قلت لك لازم تحطيه تحت عينك. عشان انا مش عايزه احافظ عليه بالطريقه دي. انا مش عايزه احافظ عليه بان انا راقبه واحطه تحت عيني. ما اقدرش. ما اقدرش يا ستي انام في حضن راجل انا مش واثقه فيه. عندك حق. في دي بقى عندك حق. طب وناوي على ايه؟ ليه مستسلم؟ مش مستسلم، بس هو دلوقتي متجوز وجايز جدا يبقى مبسوط في حياته. طب ولو قلتلك انه مش مبسوط؟ بجد مش مبسوط خالص. ثبتك قوليلي. ليش السكة؟ أنا عايزك بس تسمعيني، ما ترديش.
هلا انا ما بقتش عارف لا اقرا ولا افكر ولا عارف اكتب. صدقيني لو كان ممكن انساك باي تمام العذاب كنت دفعته ونسيتك، لكن مش حاضر. حرام اننا نتعذب عشان معنى انا بقدره وبحترمه، لكن دلوقتي انا محتاج لك وانت محتاجه لي. مهما كان رايك يا هلا مش هقدر امنع قلبي انه يحبك. يعني انت يا رانيا متاكده ان الحفله دي الجمعه جاي؟ اوكي، لا هايل انك قلتي لي. ميرسي يا حبيبتي، باي. ماجدة تعالي لي حالا. افندم. ماجدة انا جالي زار في الخميس الجاي، مش هينفع نعمل العشاء اليوم ده. عايزاكي تكلمي تريبي سترو تقولي لهم يأجلوا الحجز للجمعة، بس يأكدوه ضروري جدا. اوكي حاضر، هكلمهم حالا. وابعتي ميل بقى للناس كلهم علشان تبلغيهم بالتغيير. اوكي تحت امرك. Love isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. اوبا، ايه الصاروخ اللي دخل علينا ده؟ Start to dance and I'm singing like girl you know I want your love your love was handmade for somebody like me come on now follow my عمر عمر مش دي شيرين عمر انا بكلمك ايوه هي والمفروض بقى ان دي صدفه ايوه طبعا صدفه لا طبعا مش صدفه من فضلك انا عايزه الناس كلهم يبقوا قاعدين مش عايزه حد يوقف يا جماعه مين دي حد يعرفها هو في ايه؟ دي شيرين طليقتي يا نهار اسود انت فاكر جاي تحتفل النهارده؟ انت ليلتك سودة ايه؟ دي موزة مين دي؟ انا عايز اعرف مين دي؟ اقطم بقى دي شيرين طليقة عمر طليقة عمر؟ يا ابن المحظوظة لا العيب هو مش ده استاذ عمر؟ هو طبعا دي مش صدفة طبعا صوت لا والله ماشي لو سمحت انا عايزه امشي دلوقتي حالا امشي انت اتجننتي هننكد على الناس دي كلها ازاي يعني اقسم بالله انا ما اعرف ان شيرين هتبقى هنا وبعدين مش معقول عشان موقف شخصي بيننا ننكد على الناس دي كلها ايه عالي بقى انت ليه متخيل ان احنا لما نمشي كل الناس دي هتمشي عايز الناس هتكمل سهرتها عادي وطي صوتك بقى بقول لكم ايه انتوا هتقعدوا تتردوا كده كتير داليا سيبي عمر جنبي هنا بس بقى دقيقتين وجاية رايحة فين يا ديما؟ الحمام حركات بلدي قوي ومفقوسة سوري انت بتكلميني انا؟ ايوه بكلمك مش بس بكلمك انا بحصرك انت لما كنتي متجوزة عمر انا احترمت اللي بينكم دلوقتي جاب دور عليكي تحترميني عمر جوزي وانا مش هسمح ابدا انك تتجاوزي حدودك معي انتي جريئة قوي اصحي يا ماما انتي خطفتي جوزي مني بس اشبعي بيه انا مش عايزاه هقولك بس على حاجة الدنيا دي دوار كما تدين تدان هاي اهلا قولي لي اتكلمتي معاه انت عايزه تفهميني اللي بيحصل ده طبيعي وصدفه
جاوبيني الاول، اتكلمتي معاها ولا لا؟ ايوه طبعا اتكلمت معاها. قلتي ايه يا زفت؟ شيرين افندم، ايه اللي حصل جوه؟ والله تقدر تسال مراتك، ما تسالنيش انا. دلوقتي احنا نقعد نتكلم مع بعض كده وهي قاعده تستفرد بجوزي بره؟ اتفضلي. طيب قولي لي حصل ايه؟ كمان واقف بتتكلم معاها؟ ايه اللي حصل جوه؟ يا سلام، على اساس ان انت كنت بتتكلم مع مين مثلا؟ في صوتك بقى يا جماعه، يا جماعه شكلين بقى زي الزفت. انا اسف، اسف جدا. انا اللي اسف، انا اللي اسف. اجري اجري ورا، روح اجري ورا. ممكن صوره؟ سوري مش وقت. بتنكى قوي، ايه ده؟ انت عارف من الاول. انت مش بتنزل ليه؟ اطلعي هنا شويه وجاي. اطلع. في ايه يا عمر؟ وحشتيني. وحشتك؟ ايه اللي وحشك فيه؟ طب مش ندخل نتكلم جوه؟ لا مش هينفع. تدخل بصفتك ايه؟ صفتي عمر. عمر اللي قدامي انا معرفوش. صفتك الوحيده اللي انا بحترمها وبقدرها هي انك ابو احمد ابني. واحمد نايم دلوقتي. وبعدين انا مستغربه قوي يا عمر، انت جاي تتكلم وعادي خالص ولا كأن مراتك لسه مبهدليني؟ أنا آسف جدا، أنا معرفش إيه اللي حصل بينك وبينها، بس يعني لو كانت ضايقتك فأنا بعتذر لك. شكرا. من فضلك يا عمر، وجودك هنا في الوقت ده مش مناسب خالص. ممكن من فضلك تمشي؟ طب ممكن أسألك سؤال؟ لا، تصبح على خير. ايه السؤال؟ انا ما وحشتكيش؟ تصبح على خير يا عمر. تاني؟ قال تاني؟ طيب انت من اهل. باي باي. ساعة السكوت بيكون إجابة. بتعيطي ليه؟ أنا مش بعيط. والله؟ أنت مش شايفة وشك عامل إزاي؟ وشك كله دموع. في إيه؟ اتضايقتي إن أنا ما طلعتش معاكي؟ أنت كنت فين يا عمرو؟ كنت عند شيرين صح؟ إيه العبط ده؟ ايه اللي هيوديني لشيرين؟ مش فاهم يعني. بعدين انت ازاي تفكري كده اصلا؟ بجد؟ ايوه بجد يا حبيبتي، شيرين دي طليقتي وام ابني، بس ايه اللي هيوديني ليها النهارده؟ ما اعرفش، انا حسيت كده ومش حسيت، بس انا متاكده يا حبيبتي كل الحكايه ان انا اتضايقت من اللي حصل النهارده في المطعم،
وقلت ان انا لو كنت طلعت معاكي البيت كنا هنتخانق، وانا مش عايز يحصل بيني وبينك اي مشاكل. بجد يا عمر، يعني انت بتحبني انا صح؟ طبعا طبعا بحبك، طبعا بحبك قوي قوي كمان. ما كانش ممكن الليلة دي تخلص من غير ما أشوفك وأتكلم معاكي. ما تستغربيش، أنا مش فاهم حاجة. ده بيموت فيكي مش بيحبك. معقولة؟ انت حسيتي كده بجد؟ طبعا، دي واضحة جدا. طبعا عودي عودي. قوليلي بقى حسيتي كده ازاي؟ علشان انا مريت بنفس الموقف ده من 3 سنين. ازاي؟ بصي، انا متجوزة بقالي 5 سنين. بعد 2 سنين حصلت مشاكل كتير جدا بيني وبين جوزي، انفصلنا بس من غير طلاق، بس كنا متفقين على الطلاق. لحد ما في يوم اتقابلنا في السينما بس صدفة. كنت ساعتها خارجة مع ناس صحابي من الجامعة، جت قعدتي في السينما جنب ولد بس قمر، مش قادرة أقولك، مز يعني، بس والله العظيم زي أخويا. المهم يومها جوزي ما شالش عينه من عليا بصراحة، ولا أنا كنت هحول من كتر ما أنا ضرب عيني عليه، وكل ما اتحرك كده ولا كده من مكاني ولا اعمل نفسي بجيب حاجه الاقيه متنح لي وبصص لي. كان مطنش الفيلم، مطنش حتى البنت اللي معايا، ما كانش على بعضه خالص. واول ما روحت تليفونات بقى ومسجات. تخيلي بعد 4 شهور انفصال رجع لي اول ما حس ان ابتديت اعيش حياتي طبيعي جدا من غيره. ما اتحملش. اللي هو يعني هي ازاي عايشه حياتها كده عادي ومش متقطعه؟ بالظبط. انت عارفه لو كان عارف ان انا بقى تعبانه وبعيط بتفرج على صورنا وبتقطع ما كانش عمره رجع لي. بس لما عارف ان انا مبسوطه وبخرج وبتفسح وعايشه حياتي طبيعي جدا رجع تاني لحد عندي. سبحان الله، ايجو الراجل هو اللي بيكسره. الرجاله دي كائنات غريبه قوي. والله ما انا عارف ايه اللي بيحصل، انا حكيت لك كل حاجه وخلاص. يعني انت حاسس انك استعجلت في موضوع ديما؟ لا مش موضوع استعجلت، انا لسه بحب ديما برضو. ديما طيبه وقلبها ابيض وغلبانه هي عامله فيها البت الفوكس، بس هي قلبها ابيض جدا وطيبه جدا. الموضوع مش في ديما، الموضوع في شيرين. شيرين اتغيرت خالص يا ايهاب، اتغيرت خالص. رجعت شيرين اللي انا اعرفها من ايام الجامعه، شكلها وصوتها وطريقتها. شيرين كانت اختفت وفجأة لقيتها ظهرت قدامي. بس مش تفاهة شوية موضوع ان كل ده علشان هي حلوت شوية؟ إيهاب انا شيرين وحشاني من قبل ما اشوفها، وبعدين هي ما حلوتش بالمعنى الحرفي، هي رجعت تاني شيرين اللي لو كانت فضلت موجودة انا ما كنتش سبتها من الاساس. مش شرط على فكرة. يعني انت شيرين لو كانت معاك تمام وزي الفل وما اتغيرتش وديما ظهرت في حياتك ما كانش هيحصل حاجة؟ ما كانش هيحصل حاجة. يا راجل. يعني ما اعرفش، بس يعني اكيد لو كانت فضلت شيرين اللي انا اعرفها من زمان ما كانتش هتبقى سايبه مكان لحد تاني يدخل مكانها. ايوه بس خلي بالك، مش معنى ان هي حلوت شويه ولا صوتها رقل ان هي تكون اتغيرت. ممكن يكون التغير ده كله من بره بس شخصيتها زي ما هي. ما اعرفش. انا اكتشفت ان انا لسه عندي مشاعر تجاه شيرين. انا بحب شيرين يا ايهاب. حبيبي يا حنين، يعني انت دلوقتي بتحب 2؟ هو ممكن؟ ما اعرفش، انت اللي تقول لي. أنا عن نفسي ما بحبش حد أساساً.
ده انا جوزي بيعشقني، خديني مثال. عارفه ليه؟ عشان بعمل له كل اللي هو عاوزه من غير حتى ما يطلبه. صدقيني الراجل المصري بيحب يحس بجبروته وقوته، انما انتي عامله كده زي المراه الحديديه وده ما ياكلش. طب جربي كده تقولي له انا هسيب الشغل وهكون ليك لوحدك، هيرجع لك على طول. بطلي فاتي يا رانيا بقى، انتي عارفه كويس قوي ان ايهاب بيخونك، فبيعشقك ازاي؟ حتى لو هو ما يقدرش يستغنى عني اصلا. لا يا رانيا غلط، انتي مش لازم تستسلمي لكده، لازم جوزك يعرف ازاي يحترمك ويحترم علاقته بيكي. يمكن عمر مشي علشان انا قصرت في حاجات من غير ما اقصد، بس انتي اللي مولعه له صوابعك العشره شمع. يعمل معاكي كده ليه؟ انتي عايزاني اتطلق زيك؟ عايزاني اعيش لوحدي؟ انا ما بخلفش وما عنديش اخوات وامي وابويا ماتوا، اروح فين؟ إن ما كانش يعمل كده لوحده ويحترمني أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة، أنا أضعف من أن أنا أعمل أي حاجة. لا يا حبيبتي غلط برضو، بالعكس أنتي ست قوية قوي، قوية قوي. بصي إيهاب لو ما قدركيش ومعرفش قيمتك ومعرفش يتعامل معاكي إزاي، يبقى لازم يبقى عارف أن أنتي اللي هتمشي. أنتي عايزة تخربي عليا؟ بقولك ما بخلفش. أنتي عايزاني أتطلق زي ما أنتي اتطلقتي؟ أنا غلطانة أن أنا جيت لك أصلا. في حاجة مش طبيعية بتحصل. يا داليا سيبي شعرك ده وركزي معايا شوية. يا بنتي مركزة معاكي ما تقلقيش. حتى بالأمارة بتقولي لي إن في حاجة مش طبيعية. كملي ها. وبعدين؟ شيرين بقى فجأة عندها انستجرام، وطول النهار أونلاين على الفيسبوك، وطبعاً البي كومنتات هنا لايكات هنا، بحجة إيه بقى؟ بحجة إن ابنه أحمد في الصورة. أنا لسه مش شايفة أي حاجة مش طبيعية. عادي يعني. لأ ما أنتِ مش فاهمة. في نفس الوقت بقى ايه اللي حصل؟ عمر مش مركز معايا خالص، مش عايز يقعد معايا ومش عايز يخرج معايا، وطول النهار بره، يا اما عند ايهاب يا اما عند احمد ابنه، والله اعلم اللي بيحصل بينه وبين شيرين. يا ديما انت ليه مكبره المواضيع كده؟ ما هي كانت مراته، يعني لو كانت عاجباه ولا مريحاه كان طلقها ليه؟ ايوه بس المثل بيقول القديمه تحلى. بس الجديده احلى. مساء الفل. مساء النور. ممكن اشوفك بكره؟ خير. لما اشوفك هقولك. عمر انت طلبت مني انك تطمن عليا في الواتساب وقلت لك اوكي، ليه كل شويه طلب جديد؟ ما تبقاش طماع. والله محتاج اشوفك ضروري، ومحتاج دلوقتي حاجه كمان. ايه؟ ممكن صوري ليكي دلوقتي حالا؟ ليه؟ حابب اشوف صوري ليكي دلوقتي، صوره محدش شافها ولا هيشوفها غيري. ممكن؟ عشان خاطرك. ازيك يا عمر؟ تمام الحمد لله. كنت فين؟ كنت عند داليا. انت بتعمل ايه؟ قاعد بشتغل. طيب ممكن اشوف موبايلك؟ تشوفي ازاي؟ اشوفه عادي يعني. قصدك تفتشيه؟ وليه بتسميه تفتيش؟ امال اسميه ايه؟ عايز تطمني على صحة الموبايل؟ طيب شوف كده مين بعتلك مسج، وبعدين انت ليه اصلا عامل موبايلك صحيح؟ عشان قاعد بشتغل. طب بص يا عمر،
يا ريت تخفف الكومنتات واللايكات على صفحة الهانم. الهانم مين؟ شيرين. شيرين يا أستاذ عمر، أنا مقبلش بكده ومش هسمح أشوف المناظر دي مرة تانية، أنت فاهم؟ رايح فين؟ بص يا ديما، أنا لما اتجوزتك كنت بدور على السعادة والراحة والراحة النفسية والاستقرار النفسي، إنما الحقيقة من ساعة ما اتقفل علينا باب واحد أنا مش شايف غير قلق، توتر، غيرة أوفر، تصرفات ملهاش أي علاقة بالمسؤولية. ياه يا خسارة يا عمر، مرة واحدة بقى فيا كل العيوب دي؟ طيب لو مش مرتاح معايا طلقني. تفتكري عمته اللي بيحصل ده معناه ايه؟ اللي بيحصل ده يا حبيبتي معناه انه رغم انكم عشتوا مع بعض سنين الا انكم معرفتوش تفهموا بعض كويس، ودي غلطتكم انتوا الاتنين. انا اكتشفت حاجه غريبه قوي يا عمته. خير؟ انا عمري ما فكرت او حاولت اقرا حاجه عمر كاتبها، عمري. معقوله يا شيرين؟ هو كمان عمره ما طلب مني اني اقرا له او اقول له رايي. يمكن عشان كنت دايما بتشككي في موهبته. انت صح يا عمته، احنا فعلا رغم كل السنين اللي عشناها مع بعض بس احنا عمرنا ما عرفنا بعض بجد. مالا في؟ هعمل حاجه كان المفروض اعملها من 10 سنين. وانت ازاي رجعتي 10 سنين لورا؟ الو، ايه يا شيرين؟ ايه قلقتيني في ايه؟ انت كويسه؟ احمد كويس؟ اه احمد كويس، مفيش مشكله. انا اسفه، واضح اني خضيتك. لا 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 خالص، انا ببقى مبسوط وانت بتكلميني اي وقت. عمر، هو انت سبت هنا في البيت نسخه سيناريو فيلم اسمه دخلة صيف؟ أعتقد إن أنا نسيت نسخة في البيت، ليه؟ أنا قريته. نعم، قريتي كله؟ آه قريته كله، ده أنا حتى معرفتش أنام غير لما خلصته، يعني شدني قوي بصراحة، هو حدوتة غريبة. خلتني أضحك وخلتني أعيط. عمر، أنت فعلاً شاطر قوي. مش مصدق اللي أنا بسمعه ده. لا يعني دي أسعد لحظة في حياتي، أنا ما كنتش متخيل إن أنت ممكن تقري لي سيناريو في يوم من الأيام. يا سلام، يعني فارق معاك؟ طبعا يفرق معايا، انا طول عمري نفسي انك تقري لي حاجه انا كاتبها. بس انت عمر عمرك ما طلبت مني. عمري ما كنت هطلب منك ده. انا كنت مستني ان انت اللي تطلبي مني ده، وبعدين انت طول عمرك شايفه ان انا ما بعرفش اكتب اصلا. عارف؟ لما قريت الفيلم حسيت كاني بتعرف عليك من اول وجديد. انت معايا؟ ايه؟ اه معاكي، بس انا سمعت صوت كده حاسس ان دي مفاهيم. لا لا خالص، انا ما مش عايزه اعمل لك قلق. خلاص انا اسفه، باي باي. طيب استني هشوفك بكره. كلمني ان نشوف. طيب تصبح على خير. وانت من اهله. باي. جه اليوم اللي تكلمني في السر وانت خايف يا عمر.
طبعا يفرق معايا، انا طول عمري نفسي انك تقلي لي عجنه كده. عارف لما قريت الفيلم حسيت كأني بتعرف عليك من اول وجديد. انت معايا؟ ايه معاكي، بس انا سمعت صوت كده فحاسس ان دي مصحية. قولي لي اعمل ايه يا مجد؟ دوسي كمان كده، كل حاجه قربت. وانا كده مش ست وحشه؟ اصل انا حسيت احساس غريب قوي امبارح وانا بكلم راجل متجوز يعني، بس في النهايه الراجل ده كان جوزي انا وحب عمري كله بجد. حاجه تلخبط. مدام شيرين سوري يعني، ما تفكريش في الحاجات دي. ده جوزك وابو ابنك، الراجل اللي عشتي عمرك كله تتحمليه. معقول اول ما يبدا ينجح واحده تانية تاخده منك؟ ودي اصلا مشكلتكم الاساسيه؟ صح، انت بتتكلمي صح. يعني بعد ما انت وقفتي جنبه وخليتيه انسان ناجح وبقى السوق كله بيتكلم عنه، عاوزه هي تاخده على الجاهز؟ لا دي تبقى خيبه. شفتي انا حظي كده، كل اقف جنبهم واساعدهم يجوا في الاخر وينسوني. بطلي بس تعملي فيها شهيده وركزي ازاي تحافظي على جوزك. شهيده؟ والله انت بتحبي تعملي فيها شهيده. مين دول بقى اللي وقفتي جنبيهم ونسيوكي بعد كده؟ يا سلام، انت اولهم يا داليا. انا قصدك ايه يعني؟ مش بقولك بتنسوا؟ هو لولايا انا كنت بقيتي داليا فهمي النجمه المعروفه؟ مين عرفك طريقه التمثيل؟ مش انا؟ لا مش انت، ده نصيبي، ربنا عاوزني انا اللي انجح في المجال ده. وما تنسيش اول ما بقيت ممثله اهتميت واشتغلت على نفسي وتعبت كتير عشان احقق النجاح ده. وانا عمري ما زعلت من نجاحي، لكن عمرك فكرتي تساعديني ان انا كمان امثل؟ وانت عارفه كويس قوي ان انا بحب التمثيل يمكن اكتر منك كمان. والله انت عمرك ما طلبتي، وبعدين عملتي 100 اوديشن قبل كده ما اخدوكيش، عاوزاني افرضك عليهم؟ انت قصدك ان انا ما انفعش؟ طبعا ما اعرفش. امال ليه عمرك ما اتقبلت في اي كاستنج؟ طب لعلمك بقى انا بمثل واحسن منك كمان، وانت عارفه ده كويس قوي. والله ما مصدق اللي بسمعه. كملي كملي، في ايه كمان؟ طلعي كل اللي جواكي، ده طلع في سواد كتير قوي ما كانش باين. انت عايزه تقولي اني حقوده؟ انا مش عايزه اقول حاجه، كلامك هو اللي بيقول. وعلى فكره انا من اول ما دخلت الشغلانه دي كنت بشوف في عينيكي نظرات انا ما كنتش فاهماها، لكن دلوقتي بس فهمتها. بعد اذنك انا عندي مواعيد كتير ولازم امشي، ويا رب العربيه ما تتقلب. انت اللي طلبتي مني ده؟ لا، انت اللي طلبتي ده مني. انت اللي طلبتي ده مني. اوف. طيب يبقى انت اللي طلبتي مني كده. احلى، طلبتي مني كده. الو، مساء الخير، انا عمر. استاذ وائل نصر الله. اهلا وسهلا. ايه عايز تسرق مني فيلم جديد ولا ايه؟ لا مفيش مشكله، خلاص لو عايز تشوفني في مكان ممكن تيجي لي فيه. خد العنوان. يا استاذ عمر صدقني انا راجل مش بتاع مشاكل، موضوع الفيلم ده كله حصل بالصدفه. والله صدفه او مش صدفه انا مش هتنازل عن حاجه. شوف أنا كنت صورت 5 أيام من الفيلم، وبعد كده الفيلم وقف، وبصراحة أنا عايز أكمل. تعال نظبط الدنيا ونعمل تصالح، أو تاخد مبلغ مناسب، يعني نتفاهم. قبل ما نتفاهم، أنا عايز أعرف الفيلم ده وصل لك إزاي؟ أقول لك، في سيدة فاضلة كانت صديقة أمي الله يرحمها، اسمها يسرية المهدي، قالت لي إن في واحدة قريبتها اسمها شيرين، شيرين دي عندها شركة مستلزمات طبية، وعايزة تنتج وتشاركني.
وطلبت مني ننتج الفيلم ده. شيرين طلبت منك تنتجوا الفيلم ده؟ أيوة، وكانت متحمسة جدا. بصراحة أنا ما كنتش متحمس، وقريت الفيلم كده على السريع، جايز لأني كنت عايز أدخل في مشروع تاني كبير. قلت لها الفيلم ده وحش، بطفش يعني. طب وهي قالت لك إيه لما أنت قلت لها الفيلم ده وحش؟ والله اللي أنا فاكره ولفت نظري جدا إن لما قلت لها زعلت قوي، ولقيتها في دنيا تانية، لدرجة إن كنت بكلمها ما كانتش سامعاني. اهلا رانيا، اتفضلي. اسفه. على ايه؟ على المره اللي فاتت. ايه الشنطه دي؟ انا جاي اسلم عليكي. انا ماشيه. ماشيه منين ورايحه فين؟ انا فكرت في كل اللي انت قلتيه ومعاكي حق، انا كان لازم اعمل موقف مع ايهاب. غريب، وايه بقى اللي وصلك للفكره دي؟ اني صرحت نفسي بالحقيقه. انا مش مبسوطه خالص يا شيرين، بالعكس انا بتعذب وما بنامش ليل ولا نهار، عشان عارفه ومتاكده اني متجوزه راجل انا مش ماليه عينه. حتى لو ربنا مش سامح لي اني اخلف، بس اكيد عندي ميزات تانيه كتير. ليه هو بقى ايهاب مش مقدر ده؟ انا بعت له فويس نوت على موبايله وقلت له انا عارفه ايه. برافو عليكي بجد، مفيش حاجه في الدنيا تستاهل العذاب اللي بتشوفيه كل يوم. المهم هو رد قال ايه؟ هو لسه مصحيش اصلا، أصله راجع البيت الساعة 10 الصبح، أصله كان في بارتي وآفتر بارتي، بس لما يصحى هيلاقي البارتي الأحلى، لما يكتشف إن أنا سبت له البيت. ومش هرجع إلا لو عرف قيمتي وشالني فوق راسه. أنتِ متأكدة من القرار ده؟ أيوة متأكدة، أنا مش هقدر أعيش موطية راسي ومغمية عيني على حساب كرامتي بعد النهاردة. كل الحكاية إني ما كنتش قادرة أواجه نفسي بالحقيقة. يلا، أنا هروح بقى أقعد عند بنت خالتي لحد ما أشوف هعمل إيه. بيطمنيني عليكي. وكسر الشاطر احمد الحجر الكبير ودخل على الاميره، جاب لها خاتم حلو قوي قوي قوي، واتجوزوا وخلفوا وعاشوا في تبات ونبات، وخلفوا صبيان وبنات وتوته توته فرقه الحدوته. الو انا مامي توته. طالما بابي قايلها تبقى حلوه صح؟ يلا يلا تصبح على خير. انت من اهله. يلا. أنا ولا كان يجي على بالي لحظة إن أنتِ ممكن تكوني مهتمية بيا لدرجة إنك تفكري تنتجي لي. أنا مش مصدق. أمال أنت كنت فاكر إيه؟ كنت فاكر إن أنا عايزة أبعدك عن حلمك اللي أنت مصدقه؟ أكيد لأ. أنا كنت عايزة أشوفك إنسان كويس، سعيد ومبسوط وناجح. إيه بس أنتِ عمرك ما عبرتي عن اللي جواكي ده. عمرك ما طلعتي لي مشاعرك دي. بالعكس أنا كنت بحس إنك أنتِ بتختاري ألفاظ تضايقني وتهزني. أنا منكرش إني غلطت يا عمر، بس أنت كمان غلطت. إحنا بدل ما كنا بنقعد نتكلم ونتفاهم بالراحة، كنا عاملين زي الديوك وقلبينها حرب، كل واحد فينا عايز يطلع منها وهو الكسبان. أنت طول الوقت عايز تثبت إن أنت صح، وأنا نفس الحكاية. كنت بختار الكلام اللي يوجعك عشان أنت لسه قايل لي كلمة تجرحني. في النهاية ده عمره ما وصلنا لحاجة. وصلنا للطلاق. وصلنا لان انت تحب واحده تانية عليا. دي ما ظهرت في حياتي في وقت يا شيرين، كنت خلاص فقدت الامل ان اكمل حياتي معاكي. ظهرت في حياتي وغيرت لي حياتي، كانت بتشجعني ومؤمنه بيا وواقفه جنبي. عكسك انت خالص، انت في الوقت ده كنت خلاص واحده تانية غير اللي حبيتها زمان وعرفتها. انت في الوقت ده كنت بتقصدي ان انت تضايقيني، وكنت بحس ان انت عايزاني افشل. وديك اكتشفت ان دي مش الحقيقه، بس خسارة اكتشفت متأخر. بس انتي اتغيرتي قوي يا شيرين، كل حاجة فيك رجعت زي الأول، بقيتي حلوة وزي القمر، حتى صوتك هتحس إن أنا بسمعه زي ما كنت بسمعه أول مرة في حياتي. أنا بصراحة مش قادر أتجاهل كل ده. بس انت دلوقتي راجل متجوز وأكيد مش هتخون مراتك، ولا تعودت على ده؟ لا يا شيرين، أنا مش عايز أخون أي حد.
شيرين انا عايز ارجع لك. عمته جت في وقتها. وقت مش مناسب مش كده. دي ما انت هنا ليه؟ انت اللي ليه هنا يا عمر؟ اظن هتقولي انت بيت ابني احمد. بس هو فين احمد يا عمر؟ اكيد نايم. بس واضح ان القعده حلوه وحديث الماضي والذكريات كان شغال. هقولك على حاجه يا عمر، ام ابنك ست حلو وبتحبك، وانت كمان لسه بتحبها، وواضح انها استوعبت الدرس كويس، وانا كمان استوعبت الدرس كويس. ارجوك يا عمر طلعني. طلقتها، يمكن ظلمتها ويمكن ما تستاهلش مني ده. دي ما بنت طيبة وقفت جنبي، بس هي فيها عيوب زي ما شيرين فيها عيوب، وأنا كمان فيها عيوب. إحنا كلنا بشر مش ملايكة. ايوه انا ما بستسلمش ومش بقبل بالهزيمة. عمر رجع بيته تاني وعايز يبتدي بداية جديدة. بصراحة مبسوطة بروحي قوي، عملت مجهود كويس، رجعته على منظور. طب والله انا بفكر اقلب الترابيزة واقول غيرت رأيي ومش عايز ارجع. اعملها فيك يا عمر؟ لا 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 بلاش يا حبيبي، ده مبسوط قوي. طب والله مش هينجيك من جنونتي دي دلوقتي غير احمد يا عمر.